السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في، برنامجكم طبعا اللي كيحاول أنه يجاوب على جميع الأسئلة ديالكم المتعلقة برمضان أو خارج رمضان مع فضيلة الأستاذ الداعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أستاذ؟ يا بنتي كما نقول دائما في ستر وعافية من الله، جزاك الله خيرا على المكبطة. ايوا شوف انا الصباح كنت غادي نلبس جلابه خفيفه، شويه بان لي الجو ماشي هو هذاك الشتاء، خيط من السماء والجو حتى البرد، وقلت اللهم ان الجلابه المغربيه رائعه. نعم. يعني الاصاله. لك الحمد. اللهم لك الحمد على امطار الخير اللي في مدينه الدار البيضاء، كنتمنى كذلك تكون في المدن الاخرى. أمين. الله يرزقنا ويرحمنا يا رب. أمين. طبعا المجال مفتوح لكم من اللحظة إلى غاية الثالثة ونصف إن شاء الله وبحول الله للتواصل معنا، سواء من خلال المباشر، يعني من خلال خطوطنا المباشرة المبينة على الشاشة، أو كذلك من خلال رقم الواتساب. وعلى بركة الله غنبداو حلقة اليوم اللي غادي يكون الموضوع ديالها خاص بكيف ما وعدناكم نهار السبت، نتكلموا على الحقوق المتبادله ما بين الزوجين. هو الصراحه موضوع كبير بزاف وما غاديش يقدنا الوقت باش غادي نتكلموا فيه في 10 او حتى في 15 دقيقه، ولكن على اين غادي نحاولوا نركزوا على الامور اللي هي مهمه. وكان يعني اثير هذا الموضوع هذا بسبب حديثنا على واش الرجل خصو يعطي للمراه مثلا مصروف ديالها. حنا سمعنا بزاف ديال النساء كيتصلوا بنا انهم تيسرقوا الرجالات ديالهم، كاين علاقه بالامور الضروريه وكاين اللي علاقه بالمصروف الخاص. فكانت تطرح هذا السؤال ديال هذا، شنو ما على الزوج وما على الزوجه من حقوق وواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم وسائر الأعمال. آمين آمين آمين. حقوق الزوجين يعني موضوع كبير جدا، ولكن راه ما يمكنش لنا، اسمحوا لنا، ما يمكنش لنا نلموا به ونحيطوا بالموضوع كله في هاد الدقائق المعدودة. احنا فقط سنثير الأهم الأهم في هذا الموضوع. ربي سبحانه وتعالى لما خاطب الزوجين خطبهم على أساس أن هذه العلاقة بينتهم علاقة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى، وكيف تأخذونه وقد فضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني أن هاد الزوجية بين الرجل وبين المرأة رأى علاقة قدسة ربي في السماء، وأن أول أسرة تكونت في السماء في الملأ الأعلى، خلق آدم خلق لي حواء ثم زوجهم ثم سكنهم الجنة، على كل حال نزلوا للأرض. طيب ربي قال في آية أخرى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فربي سبحانه وتعالى دار واحد السكن بين الزوج والزوجة، يكمن هذا السكن في أن الزوج لما تتزوج واحد الزوجة، ولا الزوجة المرأة لما تتزوج واحد الرجل كيكونوا زوجية، فسبحان الله العظيم يدوب بعضهما في بعض وكتولي يعني حياتهم وحدة. لذلك الإسلام شو واش كيقول الإسلام، انتبهوا لهذا الكلام هذا جيدا، تيقول لك فشل، لا ينبغي أن نعلق الفشل على الزوجة ونقولوا فاشلة، أو نعلق الفشل على الزوج ونقولوا فاشل. فشل الزوج فشل للزوجية كلها، للأسرة كاملة. فشل الزوجة فشل للأسرة كلها، لأن لما تيكون الفشل يمس الأسرة بأكملها. فلذلك ننتبه لهذه المسألة هذه، ونحاول ما أمكن أننا نقدر الحياة الزوجية كما بغاها سيد ربي سبحانه وتعالى. طيب احنا الموضوع ديال الزوجية راه مواضيع كثيرة، ولكن غادي نركزوا فيها على أهم ما في هذه يعني الحياة الزوجية، وهو الحقوق. الحقوق الزوجية مهمة جدا، خص الزوج يعرف شنو ما له وما عليه، المرأة تعرف شنو ما لها وما عليها. نعم. بغادي نتعرفوا على الحقوق والواجبات من بعد فاصل سريعا، ونعود للتفصيل في هذه النقطة هذه، وكذلك لاستقبال رسائلكم واتصالاتكم. دين ودنيا.
حقوق وواجبات الزوج والزوجة وموضوعنا اليوم في برنامج دين ودنيا مع فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش. في هذه الأثناء يمكن لكم طبعا أنكم تبعتوا برسائل ديالكم أو لا بالاتصالات ديالكم تتصلوا بنا مباشرة على أرقامنا الهاتفية. من بعد طبعا ما غادي نتعرفوا على هذه الحقوق والواجبات. قلنا يعني الموضوع كبير، احنا ركزنا فقط على الحقوق المتبادلة بين الزوجة والزوج، حق كل واحد فيهم. نعم. طيب غنبداو بالمرأة الزوجة. أول حق هو حق الحقوق المالية المتعلقة بالمرأة. والمتى نقول الحقوق المالية؟ هو حق المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كاين اللي تأخر الصداق وما تيعطيش، كاين اللي تيضحك على المرأة تيعطيها واحد المبلغ بسيط إلى آخره، من بعد من بعد من بعد كيجرجرها ما يعطيهاش. هذا الحق حق المرأة ويجب أن تتسلمه، وإلا بمعنى أن هذا الزواج ده ما تمش على الأركان اللي بغى ربي سبحانه وتعالى. جوج، النفقة والكسوة يدخلوا فيها في الحقوق المالية، النفقة والكسوة والأكل والشرب والمتعة ديالها، يعني في 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 يعني الأغراض ديالها الخاصة بها، هذا كله كيدخل في النفقة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حقا على المتقين. ثم كذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فهنا لا بد من الإنفاق على الزوجة، تنفق عليها في الأكل ديالها، في الشرب ديالها، في اللباس ديالها. تيكون واحد المصروف اللي تدار، يعني تحتاج المرأة لبعض الأغراض ديالها الخاصة، يعني كرا معروف تتزين تتعطر على كل حال. فهذه الأمور هذه تحتاج إلى منين غتمشي تجيبهم. كاين بعض الرجال اللي تيقطروا على الزوجات ديالهم، يعني تيقطروا تيبخلوا في هذه المسألة هذه، هي تمشي تقلب، فين غتمشي تقلب؟ إن لم تعطيها أنت الزوج ديالها فين غتمشي؟ تسألوا الآخرين؟ شو عند والدها؟ والدها يقول لك راه دير أنت نتوما جوج راه عندك الآخر، إلا لك الآباء لا بأس عليهم. ثم كذلك لا ننسى كذلك الحقوق، ثاني حق هو الحقوق النفسية. الحقوق النفسية أهم الحقوق هي هذه بعد الحقوق المالية. الحقوق النفسية، ولمتى نقول الحقوق النفسية؟ تنقصد بها حسن المعاشرة. هذا هو الموضوع اللي تي بزاف تيجيونا فيه بزاف ديال الأسئلة. دار ليا دار ليا دار ليا، هو وهذا المالي، هاد الجوج هادو تيجيونا فيه الأسئلة كثيرة. ولمتى تقول تنقولوا حسن المعاشرة؟ هو حسن التعامل، حسن كيفاش تعيش مع الزوجة ديالك في أمان في سلام إلى آخره. والله لا يصل إلى هذا المستوى إلا الإنسان المسلم الملتزم، الملتزم بالدين ديالو اللي تيخاف الله وتيخاف الوقت ديالو من القيام، تيقول هاد السيدة دي ما نضيعهاش ما نضيعهاش، حتى ولو تقلق لحظة من اللحظات كيرجع لا راه ضيعتها، ثم يعود فيعتذر. والاعتذار لا يقوم به إلا الإنسان الحق اللي تيقبل الحق وتيبغي الحق. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لما حس المعاشرة قال لك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحسن العشرة من حسن التعامل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فأفضل الرجال هو من يتعامل مع زوجته بالحسنى، ماشي خير الرجال من يتعبس، خير الرجال اللي كيصوت، خير الرجال اللي كيضرب، خير الرجال هو القاسي، خير الرجال اللي ما ولاده الله يستر كيكرهوا. سمعتوهم في الأسئلة هنا كاين اللي كيكره باغي ليه الموت كاع كيدعوا على والديهم بالموت لقسوتهم. راه المسلم لا يكون قاسيا بهذا الشكل، هذا المسلم رطب القلب رطب الكبد. ولذلك الحديث ديال الصحابي اللي شاف النبي كيقبل الحسن والحسين ويلعب معهم، هذا يطلع لي الاظهر وهذا من هنا والنبي كيلعب معهم، تيقول لي يا رسول الله ان لي عشرا من الابناء والله ما قبلت احدهم ابدا قط، ما عمرك قبلت شي واحد فيهم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما املك لك ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمه، يعني الا كان سيدي ربي نزع الرحمه من القلب ديالك انت قاسي قاصح اش غندير لك. هذا حق. ثم من الحقوق كذلك حقوق الزوجيه كذلك الزوجه كذلك اعفافها في الجماع، وهذا امر خطير يا اخواني الكرام. يعني اعزكم الله ان الله لا يستحي من الحق
احيانا الزوج يقضي حاجته ويترك زوجته هكذا دون. فشنو الحل ديال هادشي كاع كله؟ تنتظر المرأة مرة تنتظر 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 الى ان يفيض الكاس المرأة كتبدا تطمح وتبدا تفكر في الافكار السوداوية وكيجي عدو الله اي ماشي مشكل ماشي مشكل هو تعالي فتجدها يعني تلجأ الى الحرام. ولذلك تلقى عيالات يعني تلجأ للحرام لان الازواج ديالهم ما تفكرش انانيين لا يفكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال لك لا يقع احدكم على زوجته كالدابة بحال البهيمة كيجي البهيمة تلقى مع البهيمة لا لابد من تقديم لابد من تقديم والتقديم فيه يعني نحن صائمون تقديم 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 الى ان يصل الى تحريكها و يقضيان شهوتهما معا ويصبر على زوجته حتى تقضي شهوتها ثم بعد ذلك يقضي شهوتها. الحياة في الدين هذا الكلام ما خصوش يتقال. احنا ما عندناش هذا القليل اللي تيفهم في هذه الامور هذه واللي تيدير هذه الامور هذه وتيعرف في الزوجه ديالو يعني مجرد هو يقضي حاجته وانتهى الامر يعني يعاملها كالبهيمه. فهنا تيكون مشكل كبير اللي تيخلي بزاف ديال الزوجات تيفكروا في الحرام وتيتسائلوا انا يعني تتقول لك انا دابا 4 شهور انا 5 شهور انا عام انا لا يفكر انا فهذا من بين المشاكل. هذا حق اللي خص الزوجه خص الزوج يفكر في الزوجه ديالو ما تكونش اناني لانك غتدمر الاسره ديالك. اما انك تصبر وتحاول انك تعطي للزوجه ديالك حقها لتتمتع واما سياتي غيرك ليتمتع بها. اختار واحدة من الجوج. إما أن تتمتع بها أنت وتكفيها وتؤدي حقها وإما يأتي من يقوم بذلك والطامة الكبرى. نعم في الجانب الآخر يعني كذلك حقوق الزوج كذلك على الزوج حقوق يعني إحنا ما ساليناش حقوق ولكن على كل حال باقي ما يدخلوا على كل هاد ثلاثة بركة. حقوق الزوج الطاعة أول حاجة الطاعة ثاني شيء وهي الـ 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 انها تحفظه في المال ديالو وفي في 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 نفسها في الشرف ديالو. وهذا كله جمع الحديث النبوي اللي كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وهذا حديث صحيح الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه. الدنيا راه متاع وخير متاع يعني احسن متعه شهوه احسن يعني شيء في هذه الدنيا هذه اعطاها سيدي ربي للزوج هي المراه الصالحه. اذا امرها اطاعته. وهنا خصنا نوقفوا على كلمة أطاعته. إذا أمرها في طاعة الله إذا أمرها حيث تكون الطاعة يعني فيها خير ماشي الحرام. أجي نهار السبت نحطوا ذاك الحمر والكيسان ونديروا لا تطيعوا في هذه الأشياء لا تطيعوا كذلك في الأمور اللي فيها الحرام يعني في مثلا كان يطلب منها شيئا المكان غير مكان الزرع وفي الحيض لا تطيعوا حرام لأن هذه الأمور هذه تبقى حرام. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطاعته وإذا غاب إذا نظر إليها أسرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إلى غاب سافر الخدمة العمل حفظته في نفسها من الزنا لا تخون وماله لا تضيع ولا تبدر أمواله. هذه المرأة الصالحة هذه المرأة هذا حق من حقوق الزوج يعني الحفظ. ثم كذلك من الحقوق كذلك تمتيعه بالاستمتاع بها لا تمتنع ولا تقول مثلا أنني كذا أنني كذا. اللهم إلا في الحالات القصوى اللي كتكون فيها المرأة مريضة أو يعني لديها مرض متعب ولا تستطيع فناقص الزوج يقدر هذه الأمور هذه. فإذا منين كيجينا احنا يا المشاكل ديال الحياة الزوجية كيجيونا مناش من الجانب المالي ما تيعطينيش. احنا سمعنا ان امينة المرأة تتمد يديها تتهز الفلوس فالمرأة تتسل الزوج ديالها حق انه خصو يمتعها خصو يوفر لها الملبس المأكل المشرب يوفر لها كذلك الغذاء الدواء يوفر لها كذلك ما تلبس وتتزين به على الاقل كل مصرف ديالها في الجيب ديالها تريد مثلا الذهاب للحمام تريد الذهاب الى اهلها تريد يعني هذه الامور هذه كلها الزوج مكلف ومسؤول عن الانفاق المالي. ثم الزوجه هنا يعني لها يعني اذا وفر لها هذه الاشياء هذه كلها ما عليها الا ان تكون يعني متفاهمه مطيعه لزوجها. احنا عندنا الاسلام الطاعه لا تعني العبوديه لان بزاف الناس
الان كيسمعوا لنا عبر النايل ساتيليت او لنا، الطاعه يعني العبوديه، طاعه الزوجه لزوجها في طاعه الله في مرضاه الله في الخير، ليست عبوديه بل عباده لله سبحانه وتعالى. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: وفي بضع احدكم صدقه. واحد زوج يهز اللقمه يديرها في الفم ديال الزوجه ديالو، صدقه ياك، هذه صدقه معروفه. ارايتم يعني لما يجمع الزوجه ديالو وتطيعوا في ذلك صدقه. قال احدهم: يا رسول الله، او ياتي احدنا شهوته ويكون له صدقه؟ قال: نعم. ارايت ان وضعها في رحم لا يحل له ايكون عليه وزر؟ قال: نعم. فلذلك الحياه الزوجيه يجب ان تخضع للتفاهم، للطاعه، الطاعه في طاعه الله. المراه لما تكون عارفه اش كدير، الراجل كيعرف شنو كيدير، كل واحد فيهم تيقدر الاخر، والاحترام المتبادل. احترمها احترم اهلها، تحترمني تحترم اهلي ووالدي. التقدير، هذا هو التقدير. ثم اكبر شيء هو ان نجتمع، الله يجزيكم بخير، تذكروا هذا الكلام هذا من هذا العبد هذا، ان تجتمع الزوجه والزوجه، يتجمعوا بجوجهم على طاعه الله. اي بيت، اي بيت ليست فيه الزوجة والزوجة ما مجموعينش على الطاعة، ما مجموعينش على العبادة، على الصلاة، على طاعة الله ورسوله، على أن نلتزم بالإسلام، هذه الزوجية ما هي زوجية ما هي والو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الكلمات البسيطة وبهذا الشيء اللي قلنا البسيط في الدقيق ننتفع به، ونخليه يعني الأسرة تمشي في إطار الحلال وال... راه أنتم ما تشوفوش ماذا يحاك للأسرة أعضاء الله من خلال يعني المنظمات الدولية البرة، خدامين في العالم الإسلامي، خدامين تينبشوا وتحاولوا يقتنصوا المنظمات اللي كاين في العالم الإسلامي ويغريوهم بالأموال باش يضربوا القيم الإسلامية، باش يضربوا أحكام الإسلام. هذا الشيء اللي بقى في الإسلام ديال في الزواج وفي المسجد ديال يوم الجمعة، الشيء اللي بقى هذا هو اللي كيضربوا عليه آخر شيء، يضربوه يحيدوه ما بقى والو. فلذلك يعني المنظمات واش مبان لكم غير الاسلام والزواج وكذا، هادشي اللي بان لكم، بانش لكم هاد المراه هادي اللي محنه مسكينه مع المصروف اللي مع، ما بانش لكم؟ تيبان لكم غا، سبحان الله العظيم. فانتبهوا جيدا لهاد الامور هادي، وتستقبل الحياه ديالنا على الدين ديالنا، والله العظيم ان شاء الله تعالى سنكون امام، يعني لما غادي تستقبل الحياه ديالنا على الاسلام، سنكون امام واحد السعاده لا تتصور. نعم. ناخذوا اتصال ملكه على الخط. ملكه، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ملكة. وشر مبارك أختي. علينا وعليك، مرحبا. الله يجزيك بخير أختي، بين عندي واحد ثلاثة. نعم. أهلا وسهلا. نقاطع الخط ملكة؟ باقي على الخط. ملكة باقا معنا، نعم تفضلي. باقي. أختي تنطوطا وتنمشي للجمع تنتزير حاشاك، وعندي نصرة مريض ليا. نعم. والسؤال الثاني انا يعني عندك المشكل ديال الريح ياك؟ عندي الريح، عندي. نعم واخا نجيبك. والسؤال الثاني انا تناكل رمضان ما فحاليش. نعم. واش نخر ما بجاديش، غير خويا اللي تيصرف عليا. نعم. والناس اللي تيروفوا عليا. نعم. السؤال الثالث تنمشي للجامع تنشطبو. نعم. انا دايره داكشي في سبيل الله. ونط واحد المرات بحال تتجمع لي شي بركه من الجامع، ولكن انا ما بغيتش الناس يطيحوا مني، انا تندير داكشي لله. نعم. لي في هذا رمضان بالحق تنشطبو في رمضان، واش عندي شي اجر ولا لا؟ واخا. وتنقرا القران بالتليفون. نعم. تنبدا تنحل القران وتن تنطلق هكا ديك سوره البقره ولا ال عمران، تنتبع بصبعي في القران. والله يرحم الوالدين، وقول للاستاذ الله يجازيه بخير، تنشوفوه بحال الوالد. الله يجازيك بخير، لاله، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله العظيم، الله يكبر بك. غير بالنسبه للقران، واش الاخت ملكه، واش ملي كيكون كيقرا القران انت كتبعيه بصبعك ولا انت كتقراي؟ انا تنتبع بصبعي حيت انا ما قارياش. لا اله الا الله. تنعرف الحروف وما تنعرفش نجمع. نعم. لا اله الا الله. نعم. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك. شكرا. نعم. معنا والله يجعل صدر ربي ييسر لكم كاملين ويخرج الامور على خير. امين اللهم امين. شكرا لك يا ملكه. ناخذ حنان، السلام عليكم.
سبحان الله. طيب غادي نكتفيو رضا بهذا القدر، غادي نقراو شويه من الرسائل لانه كنا وعدنا نهار الجمعه وتوما نهار السبت الناس تحت الطلب طبعا ديالكم انه غادي نقراو ما امكن اكثر ما يمكن من الرسائل اللي كتوصلوا بها على رقم الواتساب لان فعلا كثيره وكثيره بزاف، فغادي نحاولوا ما امكن اليوم نوفيو بهذا الوعد هذا. طيب اول سؤال لملكة، وبزاف ديال الناس مثلا كيتوضاو ولكن عندهم مشكل ديال سلاسل الريح، فما كيجي فين يوصل الصلاه اولا ملي كيبدا الصلاه ما تيقدرش يكمل. هاد الإخوة والأخوات اللي عندهم هاد المشكل ديال سلاسل الريح يعني لا يستطيعوا التحكم في هذا، كيتوضا لأي صلاة كيتوضا ليها، مثلا ود العصر نتوضا ونمشي، خرج مني شيء الصلاة ديالي صحيحة قبل الصلاة أو لا في الصلاة أو لا في الصلاة صحيحة إن شاء الله. دي الصلاة المفروضة ولكن بحال مثلا في التراويح. نعم لا شيء. يعني يشق عليه أنه طرح بحال 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 هذه صلاة هذه صلاة، يعني راه لأن عندي السبب، السبب هو أن عندي مرض، عندي سلس. فلما الا ما كانش مرض، هي الصراحه ما قالتش مرض ولكن مثلا كتقول عندي مشاكل في المصران فبالتالي نعم. كتزير يعني راه هذا مشكل يعني الريح ما تقدرش تشد الوضوء مده طويله ديال التراويح ما تحت تسالي التراويح، واش خصها ترجع تقلب التوضا ولا تنتكلموا الان على اللي عنده سلس الريح ولا سلس البول، هذا كيتوضا الصلاه يمشي يصلي به الظهر لا لا العشاء يصلي به التراويح. اللي عنده مثلا سليم ولكن واحد اللحظه من لحظات جا هذه الامور هذه اذا انتقد وضوء خصو يمشي يعاود يتوضا. لكن حنا تنهضروا مع الانسان اللي مريض. كاين دابا استاذ اللي ما مريضش ولكن المهم قدروا السبب المريض. لا دابا حيت قلت لك ودير عند المصران المريض، يعني الانسان المريض يعني لا 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 المصران لا تقصد بسلاسل الريح هو اللي كي يعني هو اللي تيكون عنده بلا ما يشعر. لا هو اللي بلا ما يشعر بلا ما يشعر بلا ما يشعر او كيتزير مسكين صافي والا راه غادي يوقع. دابا هاد الناس اللي عندهم مصران ماشي بلا ما يشعروا ولكن كيكون عندهم الريح بزاف، الريح يعني يخرج هو هذا السلس، هو هذا السلس الريح يعني عنده الريح يعني متسلسل يعني ما يمكنش يتحكم فيه. هادو كيتوضا وصلاة وضوء واحد يصلي به العشاء ويصلي به التراويح، بخلاف الاخر الانسان الشخص اللي مثلا موضي ما عندوش مشكل يقدر ما بين مثلا الركعتين يقدر يتم، ولكن راه شاق جدا يتم غير يتم غيمشي لا 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 غي يصلي به يصلي به يصلي به. حكم العلماء والفقهاء اللي سيدنا وفوق منا وحسن منا وقبل منا حكموا بان الانسان اللي عنده هذه المشكله هذا اذا دخل المسجد موضي صدر منه شيء فإنه يصلي به صافي انتهى. نعم. والله يعذره الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. والسؤال الثاني على أنها تتفطر رمضان لدواعي صحية ولكن ما عندهاش باش تخرج الفدية. عفا الله عفاك الله لا شيء عليك، لأن الفدية شكون اللي تيخرجها؟ تيخرجها الإنسان اللي عنده زائد يومي، الأكل ديالو اليومي. نعم. نعم. زائد. نعم. فهذه ما عندهاش حتى ذاك الأكل ديالها اليومي راه ما بالكاد تجده يعني بزز باش المسكين كتلقاه، فلذلك فهي معفيه من هذا. تسبحي الله سبحانه وتعالى اختي الكريمه، واش لقيتي شي لقيتي وما عطيتيش الله غالب. نعم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله. نعم. سبحان الله وراه ربي غادي يعذرك ان شاء الله ويتقبل منك ان شاء الله. وعن تنظيفها للمسجد كتقول واش عندها شي اجر وهي ما بغاتش تاخذ مال من عند الناس يعني باش يبقى ثابت لها ذاك الاجر. نعم يعني تنظيف المسجد هذا يعني فيه اجر كبير، وقد ذكرت السنة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فكانت عزيزة على النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين فلانة؟ قال لقد ماتت، قال هل لا أخبرتموني حتى أصلي عليها وأدعو لها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لها بالفعل، دعا لها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هنا كنقولوا بأن الإنسان الذي يقوم المسجد وإلى آخره راه صلى عليه النبي، دعا له النبي، وهذا يعني يطهر وينظف بيت الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم داكشي اللي تعطوك الناس أنت ما تطلبيش، تنسان تيقوم هذا إلى آخره تيجي تقول لك لا لا خذي هذه، فاقبلي اقبلي صدقة الإخوان لا ينقص من الأجر إن شاء الله، ما دامت النية ديالك أنك تريدين تنظف، ماشي الهدف ديالك أنك تاخذي من عند الناس، فلما تعطوك الناس بسم الله ديري في جيبك، الله يتقبل الله يجزيهم بخير. نعم. نعم. نقراو الأسئلة ونحاولوا نعطيو أجوبة واخا خفيفة. سارة يلا. قالت لك واحد السيدة في الجامع في صلاة التراويح. أه. قالت الأم ديالي باللي إلا دار شي حد من قدام كيخصك تدفعيه ولا تضربيه ولا تقتليه كاع حيت ما خصوش يدوز من قدامك. وقالت لها بلي هادشي راه كاين في الحديث، كتقول البنت انا ما استوعبتش هادشي والام ديالي كتسمع عليكم
شنو الجواب ديالكم؟ ثبت في الحديث انه يعني ان الانسان يكون تيصلي فدار شي واحد يمنعه بيديه والى الى اخره اصر يقاتله، والمقاتله هنا ماشي تقتله ضربه تقتله، المقاتله هي انك تدافع تتزير معاه ما تخليهش يدوز، هذا هو المقصود. نعم. هذا ثبت. فالانسان يمنع اذا كان تيصلي بوحده منفردا، باقي ما كاين لا صلاه ولا بوحده، صلاته ديالو بوحده دخل كينفل الله اكبر، جي شي واحد بغى يدوز دير يديك بحالك، ها لما كدير بحال كره ما يقدرش يدوز قدامك. نعم. الا اذا كان شي واحد يعني مسكين مريض راه هذاك هذاك لا اله الا الله. نعم. ما حكم حمل المصحف اثناء صلاه التراويح للتتبع مع الامام؟ هو الافضل اذا كان الانسان ماموما، يعني الانسان تيصلي خلف الامام، الافضل ان يستمع للامام، هذا هو الافضل، هذا هو هذه السنه، وهذه التوجيهات ديال القران الكريم، وهذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاذا اذا كبر الامام وكان تيقرا في المصحف نستمع، تصنت يا اخي الكل، لان لما نحمل المصحف ونبدا نقرا مع الى اخره، اولا هذا يشوش، ثانيا يعني جعلني يعني ماشي في الصلاه، هو هذاك يعني واحد شد بها وحده اش من صلاه هذه، حيت كاين اللي كيسهى عاوتاني استاذ، لا كيسهى عيش، انا الى خديت المصحف وتبعت نركز اكثر، ما غاديش هذيك الساعه ما يكونش الخشوع، كون على يقين ما يكونش الخشوع. نعم. ما كاينش بحال الله اكبر، حتى الا بغيتي تخشع ممكن ان تغلق عينيك وتخشع، بالخصوص إذا كان الإمام دا صاحب صوت جميل وشجي وندي ومؤثر، فما يمكنش لك تنعس، ما يمكنش لك تغيب، ما يمكنش لك، لأن غتعيش مع ديك اللحظات وغادي يزول بك ويجول بك في عالم الإيمان، راه ما يمكنش لك تنعس، ما يمكنش لك تغيب، ما يمكنش لك تسهى. لكن حمل المصحف تقلب وتقلب ودور هذه، وبعض المرات الشيطان تخمز بيديك. نعم. أنا راه تشويش هذا. نعم. يعني يضيع الأجر. وسؤالي كيقول أنا ولدت وفاتت 40 يوم ومازال يعني نفيسة، مازال ما صفيتش، فهل أصلي وأصوم؟ فوق 40 يوم النافس، المرأة النفساء فوق 40 يوم تغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن الكريم. نعم. سؤال يقول كذلك أنا كنصلي الفجر قبل من الوقت لأنني كنخرج للمدرسة قبل الفجر. هذا يعني شي طفل ولا طفلة في نواحي المغرب؟ صراحة يعني هذا فيه كلام كثير وما يمكنش نجاوب عليه فيه، يعني باختصار يعني السيدة هذه تقدر الأمر، يعني إذا كانت تصلي قبل الأذان باقي ما تبيناتش البيوضية ديال القبلة راهي تصلي قيام الليل، هذا راه قيام الليل. إنما الفجر لما يأذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن خليها سيدتي حتى توصل للخدمة ديالك. أدي ماشي سيد. سيد. باقي شي طفل ولا طفلة كيقرا. كيقرا. المدرسة كيقول تتوصل للمدرسة. كنمشي للمدرسة قبل، كنخرج من الدار قبل من الفجر. تتوصل للمدرسة ديالك أولدي وصلي إن شاء الله تعالى، لأن راه ديك الوقيتة اللي مشيتي خرجتي أنت راه ديك الساعة راه مازال قيام الليل، باقي ما ودنش، باقي ما دخلش. يعني يحاول يخرج قبل بشي خمسة دقائق أخرى. أه. باش يوصل بكري للمدرسة. توصل للمدرسة وصلي أولدي. نعم. وتحية لي كبيرة، الله يرضي عليك يا ولدي. أو بنتي. أو يا بنتي يا ولدي، الله يرضي عليكم ويوفقكم إن شاء الله. نعم. كذلك سؤال آخر تيقول أنا العمر ديالي 19 سنة وأنا مريضة بالسكري ما كنصومش، واش ممكن نخرج الفدية من الفلوس ديال المنحة الدراسية؟ هذيك منحة دارت للدراسة، يعني لك أنت لتأكل منها وتشرب منها وتكتسي منها إلى آخره، فيجوز لك. نعم. نعم. واش هذه يعني كخيار ثاني لما لقات شكون يخرج عليها الفدية هاد البنيته؟ البنية أولا خصو يخرج عليها الوالدين ديالها، هذا الاول احسنتي، لان هذا انتبهوا لي، يعني اللي يخرجوا الوالدين هما الاولي، فاذا لم يخرج الوالدين اللي ما عندهمش جاز لك ان تخرجي من هذه المنحه ان شاء الله، لان معموله لك باش تاكلي منها وتشربي منها وتلبسي منها وتقراي منها وتشري الكتب. نعم. مريم من الدار البيضاء كتقول عندي عكوسات في الزواج، فين ما كنجي او كيجي شي خطيب ما كيكملش هذاك الزواج، اسالكم الدعاء. وهذا سؤال تعمدت انني نطرحه لان جاتني الكثير من الاسئله في هذا السياق هذا ديال العكس في الزواج استاذ. اسال الله سبحانه وتعالى يزوج بنياتنا ويوفقهم ان شاء الله. يعني العكس، قضيه العكس ممكن يقدر من واحد الناحيه يكون سحر معمول على انه هذه السيده هذه ما عمرها تتزوج ولا تعرف الزواج، ممكن، لكن العكوسات يعني خصنا نشوفوا في نفوسنا حنا، انت شنو؟ عائلتك شنو؟ لما كيشوفك الواحد ويهضر معاك ياك ما فيك شي حاجه، ياك ما كتعرف الهضره ماشي هي هذيك، ياك ما كاينش شي رائحه كريهه في الفم، ياك ما كاين شي حاجه في الدار عندكم، من كيجي كيشوف ربما كيشوف الوالدين والكلام ديالهم وكذا كيقول اش داني نتناس مع رب، راه كاين شي حوايج اللي حنا غافلين عليهم وتنسبوها الى شو عكوسات، راه العكوسات تقدر تكون
تصرفات افعال حال واقع. نعم ويقدر يكون نقدر نقولوا 10% 20% ديال السحر يقدر يكون. نعم. ولكن ماشي ديما هو الاساس. نعم. كاين حوايج اخرين. نعم. الله يزوجكم يا بناتي. غادي نوقفوا مع فاصل ونرجعوا باش نطرحوا المزيد من الاسئله ديالكم. بقوا معنا كتشاهدوا او كتسمعوا كذلك البرنامج دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في. مرحبا من جديد، نواصلوا معكم مع الأسئلة ديالكم في برنامج دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في ومع فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن سكاش. الأسئلة ديالكم كنستقبلوها مباشرة على أرقامنا المبينة على الشاشة وكذلك رسائلكم على رقم الواتساب. سؤال يقول: عندي ثلاثة ديال الوليدات وأنا الزوج ديالي كنلقاه كيخوني عبر الهاتف، يعني شي حوايج خايبين، وعييت معاه باش يتوب ولكن والو ما بغاش. بغيت نعرف واش كاين شي عقاب؟ هذا بالنسبه لي ثم وانا صابره غير على قبل وليداتي، يعني هذا الشيء ضرني الحل بزاف من هذا الشيء، هذا واش كذلك هي عندها شيء اجر في هذا الصبر هذا؟ يعني هذه مآسي كنسمعوا لها صراحه. الانسان مزوج ورغم ذلك يعني لا زال يلعب بديله مع الحرم، خصوصا هذا النوع من الخيانات عبر الهاتف. خيانه راه صعيبه يعني كتظني دابا يا بنتي دابا خيانه بالهاتف، يعني الهاتف كاين غير الهاتف صافي، على الهاتف هو اللي كاين خيانه. الهاتف راه كاين، شوف ما كاين حتى شي عافيه بالرماد، ما كاين، اسمح لي، معنى انه راه مادام كاين الهاتف وكاين فيه بمعنى راه كاين، هذا ما يحيدش لك شي واحد. ولا طيب. ما كانش في ارض الواقع وكان غير في الهاتف استاذ تحسب كذلك خيانه؟ يعني هذا نوع من الخيانه، درا مقدمات للخيانة، كلام مثلا مقدمات للخيانة والكذا المتدال وقبيح والصوار وهذه لا راه خيانات. نعم درا خيانة مقدمات للخيانة، يعني ما شاء الله وصف. طيب هذا مشروع البداية للخيانة، إن نفذ على أرض الواقع راه خيانة كبرى وغدر، إن كان كرة يعني البداية ديال الخيانة يعني راه بداية الانحراف، بداية الدمار ديال الأسرة. عنده شي عقاب هذا؟ لو انه يحمد الله سبحانه وتعالى انه احكام الاسلام، يعني تنقولوا حنايا دابا يعني الجلد والرجم ما كاينينش. كو كان في عهد يعني العهد اللي كانت تنفذ فيه هذه الاحكام لا رجيمة، يعني عنده ثلاثه الوليدات عنده زوجه لا لا ما 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 كاين رجم بعد اثبات الخيانه على الارض الواقع، راه عنده البورطابل راه يشدوه كاك حي. ولكن استاذ الكلام ماشي الفعل. على كل حال فحنا تنقولوا بان المسلم الحقيقي هو الذي يتنزه عن هذه النجاسات، هذه نجاسات زوجته لعائلته ولداته، عادي يحترم زوجته يعني يتنزه على هذه الامور هذه. وحنا قلنا بان العلاقه بين الزوج والزوجه خصها تكون مبنيه على اسس الاحترام. احترام من الاحترام ديال الزوجه، من الاحترام ديال الزوج ديالك، انك ما توقعش الزوجه ديالك في راه طعن، راه الزوج ديالك لما تشوف هذا الشيء راه كتموت يوميا. لماذا؟ لا تطرح مجموعه ديال الاسئله، واش انا ماشي زوجه؟ واش انا ماشي امراه؟ واش انا بزاف ديال الحوايج. هو عليه ذنب. هو مذنب. نعم وهي مدنب. عندها اجر الصبر. نقولوا اجر الصبر ولكن في نفس الوقت يعني الله يحسن العون ديالها. نعم. الله يحسن العون ديالها. طيب حسن من وزان كيقول عن كنعتذروا للمتصلين تنحاولوا ما امكن نقراو شي من الرسائل كذلك باش هكذا نقدروا نوزنوا، وانا كنت وعدت انه اليوم غيكون اكبر وقت غادي نخصوا ان شاء الله لاسئله الواتساب. كيقول حسن من وزان: الوالد ديالي عنده زوج ديال العيالات، المره الاولى والثانيه، الام ديالي كاينه وعاد المره الثانيه. كيقول هذيك المره الثانيه انا ما كنهضرش معاها بسبب انها كتعدى على الوالده ديالي بزاف وكتعايرها. بغيت نسول واش انا الصوم ديالي دايز ليا انه مقاطع الهضره مع مرت باه الثانيه لهذا السبب اللي ذكرت. وعلى كل حال يعني الموضوع يعني يحتاج الى وقت باش نجاوبوا عليه. يعني كتعتدي على الام ديالك، راه الدور ديال الاب ديالك، الاب ديالك اللي خصو يدخل. علاش تعتدي عليها؟ علاش تستهزئي بها؟ علاش ديري الى اخره؟ ثم ان قطعتها يعني هذا تيبقى حقك. نعم. فارجو ان لا تكون المقاطعه نهائيه، كاين السلام عليكم ودوز. نعم. باش الاعمال تدوز ان شاء الله. نعم. سؤال اخر يقول: السلام عليكم، انا بغيت نمشي للعمره مع الاخت ديالي وما عنديش محرم، هل جائز لنا اننا نمشيو او لا؟
تمشيو مع الرفقة الصالحة، شوفوا الرفقة عندكم نعم. في الحي الناس يعني كيمشيو، عيالات كيمشيو، وراه بطبيعة الحال الإنسان غادي للعبادة غادي لكذا، دخلوا معاهم وأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال آخر يقول: السلام عليكم، الأب ديالي كيشرب الخمر، وأنا ولا قوة إلا بالله، أنا والأم ديالي الله يسمح لينا كنبقاو نخاصمو عليه وكنضربوه حيت كيعصبنا وكيبقى سهران حتى الصباح، هو ما كيقيسنا ما كيضربنا ما والو. دابا بغيتك تسولي لي الاستاذ كيفاش نتعاملوا معاه ودعيوا معاه بالعفو. والله يا بنتي كيفاش غتعاملوا معاه؟ يعني يعيروا وتيضربوه استاذ، اش غادي نقول لكم؟ والله العظيم الى الدعاء لا نملك في مثل هذه الحالات الا الدعاء، اللهم اهديه، اللهم رد به، اللهم كره اليه هذه المصيبه هذه الفتنه. بالنسبه للضرب وكذا، اش كتضربوا؟ كتضربوا واحد كاع، انتوا ما كتضربوه تيتحبكوا، راه كتلعبوا معاه، هو راه في عالم خور وانتوا ما خدامين تضربوا. اش كتضربوا؟ ضربوا انسان العقل ما كاينش، العقل ديالو راه مغيب. اش كيسميوه خمر؟ خمر لان تخمروا العقل، يعني كتغيبوا. استاذ سبوه هو ضربوه؟ لا، في ديك الحاله، في ديك الحاله يعني اش غتسب واش غتضرب؟ بالنسبه للبنت مع ما ماشي من حقها انها تضربها وتسبو، ولكن بالنسبه للزوجه يعني راه الكلام ديك الساعه راه ما تهضروش مع الله يرضى عليكم، ما تهضروش معاه. كيقول كيبقى سهران تيصدعهم تا يفيق. شتو يفيق بحال هذا النوع الكلام ديالو؟ يفيق. بغيتي تشرب ولا دير شي حاجه الى اخره، سدوا عليه، سدوا عليه البيت ديالو، سدوا عليه البيت ديالو، خليه ينعس يقول يغوت الى اخره، ودعوا الله تعالى يهديه، دعوا الله تعالى يرد به. لان واش هادشي في الديور المسلمين حشومه، في الدار ديال المسلمين في الداخل. اذا يعني صعاب هاد المساله، لان دابا واخا غادي تدخلوا البيت وغتسد عليه، راه الا بقى فايق وكي راك عرفتي انت غيبقى يدقوا ويحلوا هذا، انا ما يخلوهمش ينعس، ما كاينش النعاس. فواش استاذ يبقاو معاها؟ حيت حنا دابا حاليا ما بانش لينا شي حل يعني. لا لا، بالحل ما كاينش الحل. شنو غاد الحل؟ هو الدائمه شنو غاد ضربوا 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 حتى ضرب في واحد الطرف، يبقاو في هذه الحاله هكا وفي هذا الوضع؟ لا، ما يمكنش، ما يمكنش يبقاو. اولا يقدروا مثلا يخرجوا نهائيا من العائله مثلا. شوف، لا شوف شوف شوفي شوفي شوفي، هذا النوع اللي كيشرب الخمر في الدار ديالو، هذا خاصه الزوجه ديالو منين يكون في عقلو جلس فلان اجي يا بنتي فلان واش هادشي اش كدير لينا ولا اش هادشي كدير؟ راه ما تنعسوش، راه ما تنشوفوش، راه كتبدا تهضر الى اخره والسب. دابا غدير واحد حل، يا اما تبعد على هذه المصيبه هذه، ولا شوف كيفاش غدير ليها، يا اما حنا كل واحد يشوف عشو كري لنا ولا شوف الى اخره، يخلي لك الدار راه ما دير فيها. هذا هو الحل. لان باش يبقى، باش يبقاو الحياه ديالهم بحال الكو راه ما يمكنش. نعم. كيفاش غيديروا النعاس؟ كيفاش غيديروا الصلاه؟ كيفاش غيديروا الدار تشربوا فيها الخمر؟ والخمر يعني اللعنه تتنزل. نعم. اذا نزلت اللعنه على الشارب الخمر عمت كل من في المجلس والعياذ بالله. نعم. نشوفوا سؤال اخر يقول: أعرف رجل مصري متزوج غاب عن زوجته لمدة قارب سنتين في زمن كورونا لحظر السفر في ذلك الوقت لأنه كان خارج بلادي، ولما رجع اكتشف أن زوجته حامل في شهرها السابع، ولما أراد مقاضاتها بالزنا اتهم برمي المحصنات، ولما وضعت مولودها نسبته المحكمة له بداعي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هل ممكن يا سيدي أن تفيدنا في هذا المجال؟ ما عليكم إلا أن تلجأوا إلى فحص الدين. الحل هو كل دابا المحكمة نسباتوا ليه بداعي هاد الحديث. شوف شوف، احنا بغينا نعرفوا تفسير هذا الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني ينسب لأبيه، والعاهر لها الحجر، يعني الحجر يعني العقوبة، يعني الرجل ينسب لأبيه. ما خصناش نتأكدوا؟ لا، وهنا علاش قلت لهم في الاول لا دين؟ راه خصهم يديروا لا دين. علاش دابا المحكمه علاش خدات هاد هذا تسرع؟ هذا تسرع من المحكمه. إذا كان، شوف، إذا كان الشخص هذا غاب عن الزوجه ديالو عام سنتين وجا لقاها حامل والى اخره، هذه راه مهزله، هذه ليست محاكمه، هذه راه مهزله. فهذا الشخص هذا خصو يرفع دعوه قضائيه ويحمل فيها على انه طالب يدير لا دين ليكشف عن ذاك الوليد واش ينسب اليه ام لا. طالع. نعم. ما يمكنش يكون حمل فيه عامين، يعني الشخص غاب عن زوجته عامين ويجي يلقاها حامله. نعم. كيف يعني؟ عبر الهاتف. يعني سؤال سائل، واش هذا الحديث حجه
لا يعني واش في صالح السيد السيده ولا ماشي في صالح؟ ماشي في صالحها، راه ماشي في صالحها، راه في صالح السيد. يعني ربما فهم هذاك الحديث كان فهم الحديث ماشي هو هذاك الحديث، هو هذيك تمشي للعقوبه، تمشي للرجم، تمشي للترجم الحجر. وهو هذاك راه ما دام زاد في ذاك الفراش يعني راه هو غادي يربيه، ما عنده ما يدير. ولكن ينسب له يعني، ولكن فوق هادشي كله غادي يدير واحد الطلب ديال الفحص ديال الضئن، بان اطلبوا من المحكمه تعطي الاذن ديالها بالبحث ويدار الفحص ليه هو ولذاك الوليد. يعني كبدايه واخا غادي يتنسب ليه نظرا لاعتماده على هذا الحديث، ولكن وراء ممكن يطعن من بعد في الناس. يطعن والحمد لله العلم الان موجود، هو راه غادي يبين واش هذاك الوليد ديالو ولا ماشي ديالو. طيب ناخذ اتصال عبد المولى. السلام عليكم. مرحبا عبد المولى. نعم الحمد لله بخير. الله يبارك الحمد لله. كيف داير عمي عبد الرحمن؟ حياك الله سي عبد المولى اخويا، لاباس عليك؟ الحمد لله كاين واحد الوليه شويه. الحمد لله اخويا، الوالده العائله كل شيء بخير. الله يلا كل شيء بخير، خاصنا وجهك. مرحبا. الله يجازيك بخير، بارك الله فيك. تفضل اسيدي. بنت عدى عم عندك الناس اللي كانوا على حساب ذاك المسجد اللي كنا على حساب الضيفان وكل شيء. كملوه؟ صح. هلا كل شيء كامل الحمد لله. ايوا الحمد لله على هذه النعمه هذه. طيب لا كل شيء كملوا الحمد لله. ندعوا لهم اسيدي، الله يجازيهم بخير، الله يكرمهم، الله يكرمهم. عندك شي سؤال عبد المولى؟ بغيت نهضر على حساب دوك الناس اللي كيديروا بحال دوك الشغل اللي كيديروا كاميرا خفيه. ايه هذاك اللي كيدير التليفون يخلع الناس، واحد السيد مسكين داروا ليه وبحال غير. نعم يلا هضر اطلب لي من هذه يهديم. نجيبك نجيبك يا عبد المولى، شكرا لك. غنبداو بالدعاء للناس اللي ساهموا في تجهيز المسجد. اولا اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل من هذه النفقات، اللهم خلف لهاد الناس هذو اللي جهزوا هذا المسجد هذا والمكبرات الصوت بالفراش، اللهم جزهم خيرا يا رب العالمين، اللهم خلف لهم هذه النفقات، اللهم اجعلها دخرا ليوم القيامه، ادفع بها السوء عنهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واسعدهم في ابنائهم في ارزاقهم في صحتهم امين. وكاع الاخوان ديالنا اللي تيشرفوا على المحسنين والمحسنات اللي تيقدموا اليد المساعده لجميع الحالات، سواء كانت مسجد او عمليه او دواء او افراغ او، الله يجزيكم بخير، تقبل الله منا ومنكم، افرحكم الله بالجنه ان شاء الله اخواني اخواتي، الله يجزيكم بخير. نعم. وتكلم كذلك على بعض الكاميرات الخفيه اللي كتكون كتعتمد على اثاره اعصاب الاخر. الكاميرا الخفيه يعني هذا ترويع للمسلمين، والاسلام نهى عن ترويع للمسلمين هذا النوع، لان كاين فيها بزاف الانواع. شوف لما تتكون الكاميرا الخفيه تدير لواحد الانسان وتقول لي راه قتلتي وجاب جنوي وحاطينه الى اخره، انت اللي ضربتي انت الى اخره، وتروع وجايين البوليس وقبل، راه يخطر يكون السيد يكون عنده القلب مشى، راه السيد مشى، واش غادي عاد نقولوا لي سمح لنا عاد نرجعوه؟ ترويع ليس منا من روع المسلمين. ترويع المسلمين راه يعتبر من المعاصي الكبرى. كتروعوا يعني القلب ديالو يتروع، يعني ما يصابوا بالفزع بالهلع. فهذا لا دار ماشي ضحك، دار ترويع. لذلك الكاميرا الخفيه يعني فيها ما هو مقبول فيها ما هو مردود. الكاميرا الخفيه لما تتبين لك واحد مشهد ما فيش مشهد عادي في الزنقه وقع تلقائيا، نعم، لكن لما نبينوا نمشيو نمثلوا نروعوا واحد الانسان لدرجه انك تسخفوا طيحوا للارض حتى يبغي كاع يموت، انا ماشي كاميرا خفيه هذه، هضر الموت هذه، هضر الترويع، والترويع محرم في الاسلام. نعم. نكملوا مع باقي رسائلكم على الواتساب. سؤال يقول السلام عليكم، هل يجوز اعطاء المال ديال العشار لبناء قنطره لدوار فقير؟ العشار نعم. يعني زكاه المال استاذي. نعم نعم هذه داخله في سبيل الله. نعم. بالنسبه للنسيبه ديالي محتاجه ما عندهاش الاولاد، عندها غير بنت، واش يمكن نعطيها زكاة الفطر؟ نعم نعم. سؤال آخر كذلك يقول عن تربية الأبناء، هذا السؤال يتحدث كتقول السلام عليكم، احنا ثلاثة ديال الأخوات، أنا الكبيرة وكاين أختي وكاين أخي الأصغر في المستوى السادس، الأب ديالي دائما يضغط عليه يمنعه من فعل كثير من الأشياء، وفي مرة ضربه وسط الناس بسبب بسيط لأنه لعب الكرة، وأبي دائما كيقول له أنت غبي أنت لست رجل، لا إله إلا الله، وكثير من الأمور التي تؤدي إلى أن أخي كيبقى يبكي ولا دابا كيتكلم مع نفسه ويهلوس
وهو دابا مقبل على سن البلوغ، وحتى شي واحد كتقول ما يقدر يتحدث مع الاب ديالي لاننا كنخافوا منه بزاف. يعني هذا التصرف ديال الاب هذا يعتبر كارثه، لانه غادي ينشئ واحد الوليد جمع جميع العاهات، فاشل، مريض، مضطرب، يفزع من اي شيء، لا شخصيه له، جمع كل شيء جمعهم بسبب سوء التصرف ديال هذا الاب هذا. فمطلوب من الاب، اي اب، خصو يعامل الوليدات ديالو ماشي بهذا الاسلوب. الشيء الولد ديالك الا دار واحد الخطا عمرك تعنفو، صلح ليه، صلح ليه، صلح ليه. ربما لان القسوه تتحرش الجيل. لا لا لا، شوف القسوه كانت في واحد الجيل، نعم، اما الان القسوه ما بقاش نفع. لا بالعكس، دار واحد الفعل ماشي هو هذاك، نفهموا اجي الشيء هذيك عمرك تعاود دير، وانا وياك شي متفاهمين على هذه الامور هذه، الله يرضي عليكم. فهموا وفهموا مره اخرى، يعني دار واحد الحاجه مفشل فيها، شوف انت راك بطل ان شاء الله راه غادي ديرها وغادي ديرها، فهموا ديما بحال هكا. لان الوقت اللي غتحسوا بانه راه فاشل وانت ما يجي منك والو، انت الله يخليك انت لا اصلحوا لي شيء، انا ما اصلح والو، كيبقى ديما فاشل وغيطلع فاشل وغيطلع. شنو كولتي؟ كولتي واحد الانسان فاشل. فهاد الاساليب هادي اساليب فاشله في تربيه الابناء. راه خصك تربي بالعقل، تربي بالحكمه، تربي بالترغيب، ترهيب، عفوا بالتحفيز، تربي بالقدوه، تربي بالكلمه الحسنه، تربي بالصحبه. راه هادي كلها اساليب ديال التربيه. هاد الاب ما داير منها والو، كيفهم غير السلطه، يعني الصمطه ولا العصا الى اخره، راه ما يمكنش يتربى هاد الولد هذا. غادي يطلع مقهور وغادي ينفجر واحد الوقت، غادي ينفجر وربما ينفجر عليك ايها الاب. فلذلك تجنبوا هذا الاسلوب ديال التربيه. حنا ما تنقولوش كناديو باسلوب التربيه ديال الفشوش، انا ضد التربيه ديال الفشوش، نفشو الى اخره، ما عندي ما ندير بهذاك الفشوش، لان ولد الفشوش ما منوش، وكذلك ولد العصا راه ما منوش. الجيل الوسط مولاي، جيل الوسط كاين واحد الوقيته اللي نحمر وكذا، غير تحمر لا، وكاين واحد الوقيته اللي كاين التحفيز، كاين الترغيب، كاين كذا، كاين القدوه، كاين المصاحبه، نمشيو نخرجوا، كاين هاد الاساليب هادي. لكن باش الانسان اي حاجه وقدام الناس، واش عرفتي ايها الاب شنو درتي ولا شنو؟ راه هذاك التعنيف قدام الناس هذاك راه اكبر مدمر للشخصيه ديال الولد، غيبقى حاقد عليك، غيبقى حاقد عليك طيله حياته رغم انك باه. فنتجنبوا هذا الاسلوب هذا، الله يرضي عليكم، تجنبوا، ما عمرك تستعملوا. دار شي حاجه قدام الناس كذا الى اخره، حتى يجي يدخل، علاش؟ قلت لك ما تمشيش تلعب الكره اليوم. ونتفاهم انا وياك، واش ما كاينش عباد الله العقل؟ نتفاهموا بالعقل. ما كاينش هذه الامور هذه، كاين غير الغوات، كاين غير الصداع، كاين غير البنيه، كاين غير العصا. سبحان الله العظيم، في حين ان الدين ديالنا ماشي ديال هذا الشيء كله كاع، ديال هذه العصا وديال، ما كاينش كاع. تربية، قرأوا القرآن الكريم، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فين فين خلينا التربية هذه؟ يا بني، يا عرفت شنو يا بني؟ راه مقام عظيم هذا الولد عندك. للأسف الشديد، نعم، عندنا دين جميل وزوين، ولكننا حنا ثنيانين، استغفر الله، الله يهدينا. ناخذ اتصال علي من اكادير. السلام عليكم علي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. وبركاته اختي امينه سي عبد الفقيه ديالنا سي عبد الرحمن. اهلا حياك الله. تفضل. الله يزيد سماداتك ويحفظك. بارك الله فيك سيدي الكريم. الله يعطيكم الخير ووفقكم التقنيين، نشكرهم بزاف على الله يخبر صيام القيام. امين امين امين. نقول لك ما بالو هذا الزمن الاخوه يعني المحبه كتجمع الوالدين اذا توفى. الأب ويعني بقت الأم في الحياة في الدنيا، أيام في الدنيا، والحمد لله. وهذا الزمان الإخوة يعني لا عواشير لا زيارة لا والو، ويريدون من الأكبر أن يزورهم يعني أبدا، وخا بعيد هو يعني يدير صلة الأرحام، وهم دائما يقولون لماذا لا يزورونا وهم لا يزورك، يعني يحسبون أنفسهم هما أقوياء. هذا المفهوم لا اله الا هذا هذا والعواشير والناس تتحب العواشير والعيد هذا، الاخوان يتلقون بعضياتهم، يعني يتزاوروا، يتراحموا، يتلقوا، وبعض لا
نعم لا حول ولا قوة، هذا لا هذا لا يجوز في الإسلام. نعم نعم. عن صلة الرحم يتحدث علي، شكرا لك. من أكادير ناخذ محمد من وجدة، السلام عليكم. أم محمد أو أم محمد، مرحبا. كده دايره لاباس عليك اختي؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله اختي. عندي واحد عن تاع الاسئله اللي بغيتي باختصار. نعم درك على داك الموضوع بدا اللي قلت نتاع انني ندير فلوس راجلي، انا يا موفر ليا كلش، ولكن مره كندي هكذا ماشي مبلغ كبير، 10 دراهم 5 دراهم بحال هكذا. نعم ايوا، يعني واش حلال ولا حرام؟ ويقول لي الشيخ راجلك الوضع ديالو كيف داير؟ مزيان ماديا مزيان، مفر لي زعما يعطيني التكسه وداكشي الحمام وداكشي، ولكن بغي يكون عندي فطام شي هكذا شي صريف شي حاجه. ما تيعطيكش المصروف ديالك خاص بك؟ لا 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 ما كيعطينيش، لا بغيت التكسه ولا بغيت الحمام صافي. الا بغيتي الحمام والكسوه فقط. نعم. والسؤال الثاني بالنسبه للحبوب منع الحمل، كنت انا واحد العامين كناكلها ما كناكلش في رمضان. نعم. وقالوا لي حرام، بغيت نعرف يعني واش حلال ولا حرام. واخا. ودوك دوك الايام اللي كليتهم يعني واش ندير، واش نطعم ولا نجيبك؟ نعم. والسؤال الثالث هو والدي ما فحالهمش. نعم. ومين كنمشي نضيف كنديها هكذا زعما الماكله وداك الشيء، يعني بلا ما كنتشاوش مع راجلي، كندي مدايتي راسي زعما هو اللي كيديني كيهز معايا داك الشيء، ما كنتشاوش معاه زعما واش حلال ولا حرام. يعني حنا ميسورين ماشي غادي نديو نخليه بلاش. كتاخدي من السلعه ديال الدار؟ هي واضح زعما هكذا مصيره في الحاجه، حنا ما فحالناش كندي معايا. واش دائما ولا مره في العام ولا شنو؟ لا كل من نمشي 3 شهور 4 ولا 3 شهور او 4 شهور. نعم واخا. حنا في الباديه ومن كنمشي كندي بحال هكذا، يعني واش ضروري نتشاور معاه؟ واخا. وهنايا واش حرام ولا؟ وبالنسبه للصيام تاع الكريدي ديالي، انا كنصوم في ثاني عيد، واش حرام ولا حلال؟ نعم. يعني بالنسبه لك اللي كراسي كيوجعني كنكون عند مول في الصيام كنبغي نصوم. واخا نجيبك ام محمد. نعم سمحي لي اخر سؤال. نعم. بالنسبه من يود الاذان، انا حتى نصلي عاد وناكل، ما كناكلش تمره يعني، وكنصلي وناكل عاد. واخا شكرا لك يا ام محمد. طيب بغيتي تقول اي تعليق على الكلام ديال علي؟ لا 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 ما قال فيه افاده، يعني ما قال فيه إفادة وفيه يعني سبحان الله العظيم، لأن واخا تقول الناس مهما قلتي لهم مهما شرحتي لهم مهما قلتي لهم بأن الإنسان اللي ما تيقطع الرحم ديالو راه ربي كيقطعو، مهما قلتي راه الناس اللي فراسو فراسو. أنا اللي بغيت نقول غير هو أنه إمتى غادي نكونوا مسلمين؟ أن المسلم هو الذي يلتزم بأحكام الإسلام، راه لما تنقولوا إحنا مسلمين راه يعني خصنا نلتزموا بأحكام الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. أنا صافي قال سيدي ربي قال، لما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم في شيء سنتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلكنا فعلا تتهضر تكتعي على صلة الرحيم ولا إله إلا الله. نعم. ولا يستجيب في هذا إلا الإنسان المؤمن اللي كيخمم الوقفة ديالو ديال يوم القيامة، يقول غادي نوقف ونجيب داك إلى آخره، وإلا لقيت النقص جهنم تيولي اسمح لي اسمح لي كيتصالح في الاسميت. أما اللي ما تيأمنش بداك اليوم القيامة وتيبقى غير من بعد تما ربي غيحن ربي غيحن، كيفاش غادي؟ طيب. لا إله إلا الله. أم محمد سألت على كتاخذ من شوية من فلوس ديال راجلها شي صريف، كتقول 10 دراهم أو أكثر بقليل، لأنه تيعطيها الكسوة وتعطيها فلوس الحمام، ما تعطاش زعما مصروف خاص. واش يجوز لها ولا لا؟ هذاك ملي كيعطيها المصروف ديال الدار كتقتسم منه 10 دراهم هذيك الى اخره، لا حرج. ما عرفتش واش كتاخذ من المصروف ولا كتهز ليه من الدار. اذا كان من المصروف ديال الدار واقتصدت منه، هو راه كان الرجال تيعرفوا بان العائله تيقتصدوا وتتوفروا الى اخره، لا تكون. اما اذا كانت تاخذ ليه من موفر لها كل شيء وتاخذ ليه من جيبه، هذه سرقه. نكونوا واضحين، موفر الاكل، الشرب، اللباس، الى مرضات يلاه الطبيب، بغيتي اشريها ما تقربش ليه الجيب ديالو ما تمسوش، هذه سرقة يعني ما يمكنش نقولوا عليها شي حاجة أخرى غير هذا. ولكن في هذا الزمان أستاذ واش ممكن نخليو المرأة ما عندها حتى ريال؟ حيت أنا نقول واحد المسألة، كاين أستاذ اللي حتى لا خص تكون عندها نعم حتى المصروف يعني يتعمد، يعني راه ماشي كيديروها من باب زعما من باب يعني يتعمد انه ما يكونش عندها الفلوس نهائيا في مستعمها، يشري ليها اللي بغات يعني اكثر من ذلك. هذا ما يعطيهاش، هذا يدفع زوجته الى الحرام، اقولها واكررها. هذا ولكن الاستاذ راه تيقول نفس الهضره اللي قلتي دابا، انا موفر لها كل شيء، اذا ما يكونش عندها الفلوس في بصدامها والسلام. موفر لها كل شيء،
عاطيها الماء في الاكل في الشرب في اللباس في الحمام في هذه عاطيها حتى باش مثلا شي وسائل التزيين الى اخره واش كتقلب لا لا كل شيء الا الفلوس دابا مثلا بغات شي حاجه كيديها نشري لك هذه الحاجه ولكن تيقول لك الفلوس ما يكونوش بالضامه لانه هو اللي عارف يمكن هو اللي عارف على شي انا نقول لك واحد الفكره ان العيالات كيتصروا بالفلوس يعني الا عطيتها الفلوس غادا تصرف واش هذه الفكره ودابا دابا واش انا نقدر نوصل لهذه الفكره هذه كون ما قلتيهاش انا نقول كيفاش كيفكروا بعد الفلوس لا الا شوف الا كانت غادي تطغى وغادي تولي في حوايج اخرين راه المصروف ديال الدار هو هذا راه تاخذ منه وتنفق منه حتى جيتي شي حاجه راه الزوج ديالك تيقول لك يلاه نمشيو نشريو يعني كنقول انا بالنسبه لهذا الراجل راه ادى الدور ديالو دابا حنا ما اتفقناش دابا حيت عاود قلت لي دابا المصروف قلت لك انا كاين لي استاذ اللي ما تيطيحش في يديها الدرهم لا واش الدرهم الدرهم هو فوق المصروف ايه ايه فوق المصروف فوق المصروف, فوق المصروف اللي كيصرف هو ما تيعطيهاش تصرف يعني يتعمد انه ما يعطيهاش الفلوس واش هذا امر زعما جائز ولا ماشي جائز لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا يعني ضروري المراه المتاحه ديالها على الاقل شي حاجه في يديها تتبغي تشري شي حاجه خاصه بها تتكون غاديه مع العائله تشري وهاد العائله تيشريو مثلا شرات هذه واحد الحاجه مثلا خرجت موضه بغى يشريوها العيالات شنو غتقول لهم لا 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 انا ما عنديش انا ما تعطينيش لا لا سلفيني الى اخره لا ما يمكنش لا يعني هذه امور يعني معروفه بين الازواج انه ضروري تيدير لها شي حاجه في يديها من الشهر للشهر تكون على حسب الاستطاعه ديالو على حسب سميتو انا كنتكلم على لما تيوفر كل شيء موفر وكيعطيها المصروف ديال سميتو اي نعم ماشي مشكل طيب غادي نوقفوا مع فاصل سريع ونرجعوا باش نواصلوا معكم باقيين كتشاهدوا كتسمعوا كذلك البرنامج ديال ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في غنجاوبوا على باقي الاسئله ديالكم او غادي ناخذوا الاتصال الهاتفي اللي كينتظرنا من بعد فقط الا سمحتوا اننا نكملوا الجواب على الاسئله ديال ام محمد قلنا مساله ديال الزوج يعني يوفر امور ديال الزوجه ديالو ولكن مصروف صغير على قد الجيب ما فيها باس هذه متعه يعني هذه امور يعني متبادله بين الزوجين يعني لابد تدير لها شي حاجه في يديها يعني مره شهر سوا قليل كثير كدار يعني كاين امور ديالها شخصيه خصها تقضي واش غتسنى حتى الو فلان تنسناك حتى ولا يعقل ولا تستروها استاذ لا ماشي لا شوف لا شوف شوف كاين النساء اللي تيخافوا الله كيعرفوا شنو كيديروا ما يمكنش يكون هذا باش غادي تسرو ديروا باش ديروا ولا شي حاجه راه خداها راه على كل حال هذه امور متبادله بين الزوجين طيب مقلد راه شتي المراه يقدر ما يعطيها والو وتصر داكشي اللي كاين تماما تقدر ما سميتو تقدر تحل عليها باب ديال جهنم من جهه اخرى من جهه اخرى حسب عاوتاني المفهوم ديال الساره كيفاش كيشرحوا داك الرجل عاوتاني شوف حنا عندنا في الاسلام الزوج والزوجه كاين الانفاق كينفق الزوج لما كيكونوا متفاهمين في بيناتهم مره شرشرتي حط لها واحد البركه في يديها تقول لها شي هذه انا اعزك هذه الاغراض ديالك تبغي شي حاجه الى اخره تكون ديما في يديك تقدر تصرفها تقدر تجمعهم تديرهم ذهبات ديرهم كذا شغلها هذاك طيب دائما في اطار التشاور وفلوسي وفلوسك واش يحق لها انها تهز من السلعه وتدي لوالديها كتقول الا عن طيب خاطري هي كتقرا كيهز معاه ولكن عاود قالت واش ضروري نتشاور معاه حيت هو ما عرفش هاز واقيلا لا شو خصها تشاور معاه الا ما الا ما ادنش ليها في داك الشيء لا ومادام كيهز معاه السلعه غادي معاه وهز السلعه ديالو راه ولكن عاوتاني ما احسن تشاور كيما الا كان الا كان فرض عليه التشاور والتشاور افضل نعم طيب حبوب منع الحمل كانت كتاخذ هما استاذ بالتالي ما كتجيهاش العاده الشهريه في رمضان كتصوم رمضان كامل كاين بعض الناس قالوا لها لا ما دايش ليك صيامك صحيح ان شاء الله تعالى وان كنا نرى ان الافضل بقاء الاصل كما كاين المراه تتصوم لما تجيها العاده الشهريه تتوقف نعم استعملت الموانع اللي تتمنع العاده الشهريه لا حرج في ذلك اذا دوك الايام اللي صامت دايز لها صيامها صحيح ان شاء الله صيامها صحيح كتقول انها كتبدا ترد في الـ في الـ في الصيام اللي كيتسالها ثاني يوم عيد هل يجوز ثاني يوم عيد الصوم نعم ثاني عيد يعني عيد الفطر فيه نهار عيد الاضحى فيه نهار العيد وثلاث ايام ديال التشريق هي اربع ايام نعم بعده وعد الصيام نعم ثم تسال على انها ما كتاخذش بالوصيه ديال التعجيل بالفطور هي كتصلي المغرب ملي كياذن عاد كترجع تفطر واش كاين شي مشكل صيامها صحيح وما كاين حتى شي مشكل ولكنها فرطت في خير كثير كثير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الفطره منها تعجيل الفطور تعجيل وكاين تعجيل ما ذكرش هنا واش قبل ولا بعد الصلاه زعما لا التعجيل كيكون قبل الصلاه
قبل الصلاة يشق التمرة قبل الصلاة بسم الله ثم يضعه في فمه يمضغها يصرطها ذهب الظما وتلت العروق وتبتل الأجر إن شاء الله. اللهم هذا لك نعم. ومنك على كل حال ناخذ اتصال. إيمان من فرنسا، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك أختينا ورمضان مبارك. عينا وعليك شكرا. وأخيرا سديت لي عطيتها كنعيط. مرحبا مرحبا بك إيمان. بارك الله فيك. إذا كان ممكن عندنا بعض الأسئلة حتى ما يلا سريعا يلا. نعم إيمان أين هي إيمان؟ كتسمعوك نعم تفضلي. ميرسي. عندي واحد الاخ كان هو في مدينة في المغرب والزوجة تاعو والاولاد في مدينة اخرى، هو خدام وعنده واحد راتب محترم كما كنقولوا وغادي مع الوقت، ولكن رغم ذلك اللي بحال هو مدير ماشي قد المسؤولية، وحنا كنا كنعاونوه بزاف وبعض الاخوة ديالي كنعاونوه داكشي، وكنقولوا صداقة في المقربين اولى، ولكن هو دابا المشكل مع الزوجة ديالو كتكون مع واحد الاخت ديالها ساكنة معاها، حنا ديفو هنا كنصرفو اليوم وكنشرو الحوايج لوليداتو هو والمصروف ديال مرتو هو ووليداتها، ملي كنجيو كنلقاو الاخت ديالها هي اللي كتاكل من ديك المصروف والحوايج تاع اللي كنصيفطو لولادو كيبسهم ولاد اختها، وملي كنقول لها علاش كديري هكا يقول لك واه اختي هذيك ما عندي ما ندير، وهادشي انا كيبقى فيا الحال، انا كنقول انا ما نتحملش مسؤوليه الاخت ديالك، انا ولد خويا من اختك انا ماشي مسؤوليه ديالي، وهادشي كيبقى فيا الحال. ام واحد الوقت انا قطعت هذيك المساعده اللي كنعطيو ولا ديك المساعده قطعتها، لان ما جذبنيش انا، وكنت كتقول لك كلمه طيبه ولا شي حاجه كتقول لك هادشي اللي عطى الله ما عندكش الحال هادشي اللي كاين، هذا السؤال الاول، واش كيفاش غندير، وما كيبقى فيا الحال كنعطي صدقه لشي واحد براني والاخر ديالي المهم. واخا واش لهاد الاخت عايشه معاهم؟ لا ما عايشاش معاهم. هي بحال عايشه معاهم، بحال عايشه معاهم. بحال عايشه معاهم. نتلقاو وجالسه معاهم، وهو الاخت ديالي كان حتى هو خدام على قدو، هو اصلا حتى هو ماشي قد المسؤوليه ولكن هكا حوايج، وانا تيبقى في الحال كندخل نعطي صدقه لشي واحد من براهيم وهو ما كنعطيش فيهم، ولكن ملي كتسمع كتسمع داك الشيء كيبقى في الحال. وانت الاخ ديالك ملي كتقولي ليه ملي كتهضري معاه شنو تيقول؟ صراحه ما عمرني سمعت هذا الموضوع. لا خصك تجبدي مع هذا الموضوع هذا، لان قول لي خويا انا تنصيفط لك على قبل وليداتك وكنلقى الحوايج في جهه اخرى. ولكن انا سيغمو الا غادي درت له هذا السؤال غادي يقول لك ايوا واش غندير، لا راه ما كتكونش معاها، لا غير ماما انا كتجي كتقرا تما، وانا المعلومات ديالي انا واخا كاينه انا السيده ساكنه معاها. طيب اصلا غادي نشوفوا. طيب ايمان هاد المساعده اللي كتساعدي ماشي زكاه ولا هذا مساعده يعني صدقه نقدروا نسميوها ياك؟ ماشي زكاة المال، واخا اصلا نشوفوا واش جائز فيه هاد الصدقه ولا لا استاذ؟ حيت هي كتقول خدام خدمه محترمه. واش باقي عندك؟ شوفوا سؤال. نعم. زيد خذي الاسئله الاخرين. تفضلي. السؤال الثاني واش اللي كدير صدقه كدير صدقه ديال صدقه جاريه لواحد الميت واش انت عندك الاجر؟ واخا. والسؤال الثالث عافاك ملي كتقول لنا لنفوت المغرب خاصنا نشدوا شي راجل من فوت المغرب، ولكن كيكون دي فوا الصاد ما كنقدروش نعيشو، كاين الصاد كنحل الشرج كنقول كنقول بسم الله الرحمن الرحيم كنحلو كنخلي دي فوا محلول، ولكن كيكون الصاد ما نقدرش الشرج. هذا السؤال. السؤال الاخير ما يعطيكم الخير، انا عندي واحد المشكل ماشي مشكل، الماكله البيضاء سواء الدجاج ولا اللحم ما كناكلوش، واخا تيكون مغطي وفي الثلاجه داكشي، ولكن كيجيني بحال ديك الاوهام انه صافي هذه الماكله ما بقاتش غادي ناكلها، يعني ما كناكلش الماكله البيتا، واش الدين يعني صحيه واخا مغطيه وفي الثلاجه زعما ما تدخلش الحاجه المعريه، واش ناكلها واخا داكشي ولا لا؟ والله يعطيك الخير الدعاء مع الام ديالي الله يطول في عمرها، الله يعطيك الخير، وعندي واحد الغرض الا تاع معايا الله يتقضى لي هذا الغرض، الله يستر امركم. امين الله يستر لك الامور ديالك اختي الكريمه. نبداو بالدعاء دائما، كنبداو بالدعاء لايمان من فرنسا، كل جاليه ديالنا في فرنسا وفي جميع دول العالم دعي معاهم استاذ. اسال الله سبحانه وتعالى اختي ايمان واخواننا واخواتنا في ارض المهجر وجميع من نعز ونقدر كل شيء اخواننا تما، اللهم يسر امرهم، فرج همهم، نفس كربهم، اللهم رد عنهم سوء العنصريه وسوء التصرفات ديال العنصريين، و اللهم يسر امورهم وفقهم في اعمالهم، ثبتهم على الدين ديالهم، اصلح ابنائهم، اصلح احوالهم يا رب العالمين، امين امين، وعاونهم. ودعي مع ايمان يتقضى الغرض ديالها نسال الله ان ييسر لك الامر ديالك، اللهم قاضي الحاجات، ميسر الامور، اللهم يسر امر هذه الاخت يا رب العالمين. امين. والام ديال كذلك نسال الله لها التوفيق والصحه والعافيه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. طيب اول سؤال على الاخ ديالها، كتقول هو خدام وخدمه محترمه.
ولكنه يسيء تدبير أموره، يعني تقدر تسميه مبدر ولا. فكتقول حنا كنساعدو كل شهر إخوان ديالو، كنعطيو شي بركة إلى غير ذلك، ولكن كنلقاو على أن اللي كيستافد أكثر يعني هي الأخت ديال الزوجة ديالو، تقريبا عايشة معاهم في الدار، وحتى الوليدات ديالها يعني كيصيفطوا لهم الحويجات لولادو كيلقاوها. فهي دابا وقفت عليه هاد المساعدة. السؤال الأول، واش كيخصنا نساعدو الأخ ديالنا في مثل هاد الحالة أستاذ؟ لا، هو نساعدوه صدقة، يعني نساعدوه، غير خصني نتأكد بأن راه فعلا ديك المساعدة توصل لوليداتو، تيلبسو، تيستافدو منها، رغم أنه يكون إلا كانت توصل لك المساعدة تدبير، يعني لا لا مبدير وتيخسر فلوس. أنا جاي أمينة، الوقت اللي نشوف بأن ولادو ما تيلبسوش داك الشيء وما تيبانش عليهم، حنا تنصيفطو ما تيبانش، وكنشوف الحوايج جهة أخرى، هنا هاد الأخت إيمان خصها تهضر مع خوها. خويا بغيت نهضر معك في واحد الأمر مهم، ولكن ما تقلقش عليا الله يجزيك، كنصيفطولك كذا، ولكن ما تنشوفهمش عند وليداتك الى غير شنو هاد المشكلات. نفترضوا على ان وليداتو راه كيلبسوا، ولكن كيلبسوا مع فهمتي الاخرين بحال قلتي كيقسموا داك الشيء. الا كان بحال هكا لا حرج في ذلك، صدقه. وكذلك المصروف، يعني كتلقى انه هي تتعاونوا، كتلقى انه عايشه معاه تقريبا هي. صدقه. الا كان بحال هكا هادو تيلبسوا وكتشيط حاجه وكيلبسها عاوتاني الاخرين، لا حرج في ذلك، صدقه. راه كنقول لهاد الاختي ما رديتي الاجر في خوك وديتي الاجر في ذوك الناس، انت حسبتيها صدقه، خليها صدقه. اللهم الا في حاله وحده نبغيك توقفي، كنصيفط لك خويا، ولكن كيشدون كيعطيهم للجهه اخرى، وحنا تنعطيوك على اساس انك كنساعدو معاك كنعاونوك، وانت يعني الا كان كياكل معاه شي حد اخر في داك الشيء ماشي مشكل. ماشي مشكل، لان هذه صدقه، هذا خير. ثم هل يجوز استاذ نعطيو الانسان المبدر؟ الانسان المبدر هنا يعني هو انسان فقير وتيبدر، بالعكس شي فقير وراه خدام مزيان، الا عنده الا عنده راه ماشي الا عنده الصدقه راه كتعطى للمواليها، صدقه راه دار لها سيدي ربي مصارف، انما الصدقات للفقراء والمساكين. فاذا كان هذا السيد هذا بفلوسه عنده ومبدر، فاذا لاش غادي نعطيه؟ راه خصني نوجه الصدقه ديالي ونوجه لواحد تقول زعما خويا بغيتو يكون خويا نعطيه لخويا، ولكن ماشي ديما كنعلموهم الاتكاليه، لان عاوتاني كل شهر كنصيفط له هو عنده واحد الصالير اللي يقدر يمشي به، الى عنده راتب معيش وليداتو الى اخره، لاش غادي؟ لان داك الشيء اللي تعطيه راه غادي تولفي لي واحد المستوى معيشي، راه تحبسي عليه غادي يولي في مشاكل، حبست عليا، دارت عليا هالعداوات هكذا الى اخره. اللهم بنهار الاول الانسان يقراها، مازال منين تجي من هنايا بواحد البركه خويا هذه، ولا شي بحال هذا النوع استاذ، مثلا تساعد وليداته مباشره، مثلا اما في التعليم ديالهم، شري لهم مثلا ديال المدرسه، خلص عليهم واحد شهرين ثلاث شهور، ماشي مشكل. لانه مبدر وخا تعطيه راه غادي كيبدر. اما بالنسبه للتصدق باش ياكلوا مع الناس اخرين ويمشوا معاه، هذا لا حرج فيه، غير نبغي ان الصدقه خصها توجه لمن يستحقها، توجه للفقراء، توجه للمساكين. ولكن كتقول انا ملي كنعطي لشي حد اخر براني تنقول زعما خويا خليته بلاش، ولكن خوك راه عنده، قلتي لي راه عنده مكفي، عنده الاجر ديالو، عنده كذا، عايش الحمد لله بخير وعلى خير، يعني الجئ الوسائل الاخرى. راه دابا امينه سمعتي اش قالت امينه؟ شهدت، قالت لك اودي نخلصوا عليه المدرسه، شري لي الادوات المدرسيه، الترونسبور ديال المدرسه، وهكذا. هذه كلها امور يمكن لي نساهم فيها، نريح خويا مثلا، خويا نريحو من هذه الامور هذه، وها انا بخير، يعني الامور ديالي كان عادي، ما عارفين كيمشيو. خويا انا نخلص لك هذيك السميزه. طيب كذلك سولات على الصدقه الجاريه ملي كيديرها الانسان شي حد، واش حتى هو تياخذ الاجر ديال ديك الصدقه الجاريه؟ نعم، من سن سنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها من بعده لا ينقص من اجورهم شيء. فدرت واحد الحاجه تصدقت فيها، هذاك الاخر شدها من داك الشيء اللي عطيته وخدا منه وتصدق منه، فيصل ان شاء الله تعالى ومقبول ان شاء الله. يعني مثلا الدال على هذا، شكون لك المصدر؟ هو هذا. فكل ما جرى بعد ذلك كيمشي في الكفه ديال الحسنات ديالو. هذا عطيتها لهذا، هذا تصدق منها، اذا انا خديت الاجر ديال هذوك الناس كاملين. طيب سولات كذلك على السراجم او النوافذ، واش كاين شي ما يثبت على انهم خصهم يتسدوا المغرب؟ لا نعم، كاين في السنه، انه هذا من السنه ديال المصطفى صلى الله عليه وسلم، انه اذا اقبل الليل من ها هنا فالانسان ارخى الليل سدوله، يعني المغرب، فكف
كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. ما فين كيكون الله يستر للمس؟ مكيش نوافذ ما كيش سدوا النوافذ. سدوا النوافذ عن المغرب. الكفوا. لا كفوا صبيانكم. وأغلقوا نوافذكم وأبوان. كاين هذا في الحديث إن نسدوا البيبان نسدوا النوافذ. غير دوز ديك الفترة ديال المغرب قرب العشاء حلوا النوافذ. لأن في ديك الفترة كتنتشر إلا كانوا في الزنقة كان كيلعب كيدير شي حاجة إلى آخره ممكن أن يصاب. يقدر يتصاب. يقدر الله يستر حلين سميتو يدخلون لان حليتي النوافذ تدخلون ما كاينش حاجه في النوافذ سميتو لكن اللي كتدير الخشب ديالك وكذا الى اخره يعني كيقولوا راه داير حرز الباب مسدود داير حرز دوز غير واحد الوقيته ديال المغرب وجاءت ديك ما يسمى بالعتمه ديال العشاء هذيك الساعه حلوا البيبان حلوا السراجم يخرجوا الدراري يلعبوا 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 انتهى الامر ولكن في الفتره هذه لا هذا راه ثابت بالسنه وانا ننصح به الناس وانا ننصح به عائلاتنا وانا نقول لهم ودي المغرب سدوا سراجمكم سدوا بيبانكم راه الشياطين تنتشر تبقوا ديك الساعه خارجين عينيهم فين الاخر يضرب يضرب هذا يضرب هذا كذا يدخل مع الشمعك في الدار كليتي معاك واكل معاك ناس سير ناس معاك نعم. الا اذا ذكرت الله سبحانه وتعالى سالت كذلك على الماكله البيتة هي متى تاكلها خصوصا فيما يتعلق باللحم ولا بالدجاج واش ماشي مشكل انها ما تاكلش ماكله بيتة لا حرج في ذلك يعني هذه امور تتبقى امور شخصيه هذه ديال ناكل ولا ما ناكلش يعني انت تهضر على البيت شي حاجه لا ما شوف هذه امور تتبقى شخصيه تتعلق بالشخص هو الولف ديالو والعاده ديالو والقاعده ديالو ولف ياكل ياكل راه كاين اللي كيضرب حتى ديال سيمانه كاع ماشي كاع ديال سميزو وكاين اللي ديال لا غدا طاب دابا وفي العشيه من هنا العشيه ديال اخر لا ما نقدرش ما نقدرش انا ما نعم هذه أمور ترجع للعادة كل أناس ولهم عادتهم في حياتهم غير قلت لما نسجوا بالنسبة رجعوا للموضوع ديال الشراجم لما نسجوا الشراجم ديالنا نسميه الله بسم الله وانت كتسد الباب كذلك بسم الله سموا الله عند إغلاقها ثم أمسكوا صبيانكم غير دوز واحد وقيتها غير دوز واحد وقيتها ديك العتمة تجي العشاء الساعة حلوا البيبان بسم الله حل بسم الله حل صافي انتهى الأمر سؤال يقول أنا ناوية ندفع الطلاق واش عندي شي إثم مع العلم أن الزوج ديالي هجرني مدة 5 سنين هذه ما شفته خرجني من داري حاملة عندي وليد آخر ولكن هذاك اللي كنت حاملة به وقع لي إجهاد بغيت شي دعوة الخير عافاكم ومع ولدي راني ما عارفاش شنو نعمل خرجني من الدار غير بالحيلة والسبب هو أنني حبلت بداك الجنين هو كان رافض وفارض علي أنني نولد واحد فقط وهاد القصص ديال الأزواج اللي ولاو كيهربوا عاوتاني وليدي كسمع دابا مؤخرا خرج ولم يعد خرج ولم يعد اش غادي نقول غريب والسبب أغرب يعني زعما والله العظيم إلا كاين شي ناس تيفهموا الإسلام خرج تسير في حالاتك خلي راه عندك مسؤولية شريف راه عندك أسرة هذه راه أسرة هذه راه أنت كونتيها راه بني بنيتي في الاخر شديتي الفاس بديتي كطيح البودر طيح واش تبع عقلك ولا شنو والكلام كي كنقولوا الراجل كنقولوا حتى المراه لان كاين المراه اللي تخرج تمشي تركب راسها انا دابا نوريك انا شكون انا وغادي تشوف غادي تشوف غادي تشوف غادي تشوف كدور شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور كيضربوها الحيوط وبدا باها هو ولا بنتي وما تفكريش ترجع هو بنتي وتبدا السر السر فلان وانا والله والله يا ودي فكروا في هذا الشيء كاع كله كاع انا ترخاتم دابا السؤال اللي تطرح الان عندنا رجل خرج من الدار او لا خرج مراته من الدار بالحيله ومن بعد هو باش قال لك غبر خمس سنين كرهتموه كرهتي اخويا جي لها قود فلانه صافي ما بقيناش باغيين كل واحد اعطيها حقوقها كل راجل كي جبتيها بالحقوق اعطيها حقوقها ماشي تخرجها بالتمرميده والصداع والشوهه الى اخره وتخرجها بالحيله لا حول ولا قوه الا بالله والله لما تتكلموا في هذه المواضيع نقولوا حنا مازال نقراو الاسلام مازال يجي عندنا عقبه بالمنافع قرينا الاسلام يقرينا شويه ديال الاسلام لان راه هادشي عندنا راه ماشي هو هذاك والله العظيم بلاد تطيح لي في الراس ديالو كي دابا يبدل القفوله الى اخره والله لا هذا عايش في غابه فهاد التصرف يا بنتي صراحه القضاء سينصفك اجئ القضاء والقضاء راه غادي يقول لك كلمه ديالو وبدورنا نقول اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم ان تحكم بين هذين بحكمك وان تنصف المظلوم وتاخذ الحق من الظالم لا اله الا الله نعم سؤال اخر
يقول من مستمع او مشاهده كذلك من فرنسا كتقول ان الاب ديالها توفى هذه سنتين الله يرحمه والزوج ديالها قال لها حرام النساء يزوروا المقابر وكتقول انا جاتني قاصحه انني ما نمشيش نزور الوالد ديالي الله يرحمه. الزوج ديالها ربما اخذ براي الحنابله وراي يعني الشافعيه وراح يعني لا عفوا الجمهور ديال الفقهاء انهم يقولون لا تزور المراه المقابر. هذا الراي العام اللي كاين في العالم الاسلامي. ثم كاين الراي كذلك ديال المالكيه، بعض المالكيه قالوا بانه يجوز للمراه ان تزور. فهما يعني تيقولوا بهذا ولهم في ذلك حجتهم يعني سندهم. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في الاخر تراجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كنت نهايتكم عن زيارة الا فزورها الان، والخطاب قال لك موجه للنساء والرجال. فتمشي مرتك على مذهب يعني الراي ديال المالكيه، هذا راي، هذا فقه. نعم. ولا الزوج قال لك لا ما تمشي شيء يا بنتي، اصبري واحتسبي الاجر عند الله، وادعي لي ابيك من بيتك من مكانك من مسجدك في العمل ديالك، ادعي للاب ديالك والام ديالك ولا شكون اللي توفى لك، اسال الله يثبتك. امين امين. نعم. سؤال اخر يقول هذه ام رضا كتقول عندي ولد عنده 23 عام كيقول انه كيامن بالله وبالرسول وبالملائكه ولكن لا يؤمن باي مذهب، هل له او هل عليه ذنب؟ واش اش من مذهب اش بغى يعني كيامن بالله تيامن بالرسول صلى الله عليه وسلم تيامن بالملائكه تيوم يوم القيامه واش من مذهب غيامن به؟ نعم. ديرش هذا المذهب يعني واش كتقصد المذاهب الفقهيه؟ نعم مذاهب فقهيه. المذاهب الفقهيه يعني المذاهب عرفتي شنو هي السنه؟ السنه هي هذه المذاهب هذه. راه لما تنقولوا السنه يعني تنقولوا احمد بن حنبل، لما تنقولوا السنه تنقولوا الامام مالك رضي الله عنهم جميعا، لما تنقولوا السنه تنقولوا ابو حنيفه، لما تنقولوا السنه تنقولوا الشافعي. لان الناس هادو جمعوا السنه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعوها في كتبهم رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا على الاسلام، السنه. فإلا بغيتي السنه راه تما. طيب ما بغيتي كيقول ما بغيش ما كيتبع على اي مذهب كيتبع على الكتاب والسنه، نعم يلا خذ السنه، شوف فين غتمشي، سير البخاري سير سميتو غتلقى السنه. نعم. جميل جدا هذا. نعم. اختو تيسال محمد من اكادير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أمينة أحاريز مرحبا، كنشكرك وكنشكرك خونا عبد الرحمن السكاش الأستاذ والداعية أستاذ والشيخ والداعية حفظه الله ورعاه، بارك الله فيك. كنشكر كاع الشباب ديال الصندر اللي كاينين شادة تي في وشادة اف ام، وكنترحم على المدير ديال شادة تي في وشادة اف ام سي محمد، حياك الله يغفر ليه ويغفر لينا ويرحم ويرحمنا. امين. ويدير لنا البركة في خونا رشيد حياك والإخوان ديالو. امين شكرا لك، جزاك الله ألف خير. أمين. محمد. كنقول لكم هذا بداية أسبوع موفقة لكم وجميع المؤمنين والمؤمنات. امين. فيما كانوا. امين شكرا لك، بارك الله فيك. معكم مجددا محمد من حي الفرح، اختي امينه الله يكبر بك. اهلا وسهلا. سؤالك اخي سي محمد. سؤالك. اهلا وسهلا. سؤالك. اكي حفظ ربي باك ومادنا عبد الرحمن السكاجا كوني سي محمد. اكي حفظ ربي، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. اولا كنقول لكم اللهم اجعلنا من الرابحين السعداء يوم يقصر المبطلون الاشقياء، ان ربي ولي النعمه كاشف الضر والبلاء. نعم. الو. نعم. الو معك. الله يحفظكم، الله يبارك، الله يبارك فيكم. نسال الله لكم طول العمر ان شاء الله والتوفيق والسداد. عندي شي اسئله يسمح لي نجيكم بخير. السؤال الاول بيت اخويا عبد الرحمن السكاش، تهضر لنا على التمر، التمر دينا، يعني ذاك التمر دين اللي كيديروا اللي كيبقاو طيفوا العصر، يعني صلاه العصر وكيتعصبوا، شي كيسب شي ولا شي كيخسر الهضره شي ولا يعني بحال هكا إيه يعني ولا مداب بزاف بحال هكا ولا سميتو كتهضر معاه تيقول لك اودي راني مقطوع مثلا، هو كيقول الله يعافيه الله يعافيه ويعافينا، ولا كي ولا كي ولا كيستغل هذيك الفرصه تيقول لك انا تلاقى راه معصب ولا هكا. والسؤال الثاني هذوك اللي كيعطيو البنات ديالهم الاغنياء، يعني ما كيبيعش يعطيها للفقراء، خصو ضروري تكون عنده الماده، يعني تكون عنده الفلوس، الا ما كانش عنده الفلوس ما يعطيهاش ليه، ما يعطيهاش ليه، ولكن هذاك اللي كيعطيها ليه اللي عنده الفلوس كيعطيها ليه ضروري غترجع عنده، هذاك اللي عنده الفلوس يقدر يضحك عليها ولا شي حاجه غترجع يعني الدريه غترجع لما ينضر ديالها، وكتولي الدريه هي الضحيه. حيت كاينه واحد النكته الا سمحتوا لي، يعني قال لك انا مثلا انا من العريش خطبت وحده من كازا، قالت لي ودي انت بعيد، جا واحد خطبها من كندا وقبلات ومشى، يعني وقبلات
يعني شكون اللي بعيد، واش العريش ولا كندا؟ يعني كيتبعوا الماديات بزاف اخويا عبد الرحمن السكاش. والسؤال الثالث اخويا عبد الرحمن السكاش، عندي واحد اخت كترضع بنتها يعني في رمضان، يعني في النهار هو الدريه ديالها البنيه ديالها والعمر ديالها او في السن ديالها باقي صغيره تقريبا، الله كتمشى تقريبا شي عام وشي حاجه، الله كتعلم تمشى يعني، الله كتوقع عليها كتمشى شويه. والسؤال الثالث يعني الاخراني اخويا عبد الرحمن السكاش، هذوك اللي كيدخلوا يعني القاعه ديال يعني ديال المصلين او الجامع، وكاين اللي حيت يعني كاين المصحف الشريف المسير يعني كاين في الجامع، وكاين التليفون كيقرا في التليفون، يعني عنده دوك داك اللي يعني عنده في التليفون القران وكيقرا في القران، ولكن كاين اللي حيت يعني كاين القران وكيقرا في التليفون. واسمحوا لي الله يجزيكم بخير ونسال الله التوفيق والسداد الله يكبر فيكم. شكرا لك يا محمد، شكرا لك، شكرا على اتصالك من اكادير، تحيه لك لكل الناس اللي في أكادير وفي جميع أنحاء المغرب وخارج المغرب كذلك. سول على الناس اللي ربما كيكونوا صايمين ولكن دغيا تعصبوا دغيا وتيكونوا فيما تهضر معاه تيقول لك أنا صايم، ولكن أنا الناس هذو كنسولهم كنقول لهم واش عرفتوا شنو الحكمة من الصيام؟ الحكمة من الصيام هي أنك أنت ما تبقاش تغضب، الحكمة من الصيام هو أنك تهدن، الحكمة من الصيام هو أنك تنقولوا بالدرجة ديال المغربية هو أنك تبرد، هو الحكمة من الصيام. الصيام راه تربيه، الصيام راه كيربينا وكيعجننا كيخلينا ناس متقين، الصيام راه واحد المدرسه رائعه جدا كنتلقاو فيها جميع انواع التربيه، الصبر، التقوى، المواساة، التعاون، ذكر الله، قراءه القران، التعبد، ما تغضبش ما تغضبش ما تغضبش في رمضان. لكن لما تيولي الانسان غا كيفيق مع العصر ويخرج ويبدا العينين كيدوروا هكا والسبان والمله والرب والدين وكذا، أي رمضان هذا بالله عليك؟ أي رمضان هذا؟ لا صلاة، لا صلاة، لا والو، إنسان نايض شاعل وغادي خارج الزنقة، شتي الريح، أنت دايز الريح من السوق، وبدا يهضر ليك، السيد صافي راه دايز لهيه ماشي نقولوا حنا، فالله يهدي الشباب، راه وليداتنا، راه خوتنا، راه خوتنا في الإسلام. الله يهدينا جميعا، الله يهدينا جميعا، نعرفوا بالقيمة ديال الدين ديالنا ونعرفوا بالقيمة ديال هذا الشهر هذا اللي حدا كنفرطوا. نعم. والله العظيم المحروم من حرم المغفرة في هذا الشهر، المحروم من حرم التوبة في هذا الشهر، المحروم من حرم العتق من النار في هذا الشهر، فأي خير ننتظره إذا ضيعنا هذه الأشياء كلها. المحروم من حرم أنه يهدن نفسه ديالو تهدن برمضان، صايم عاد بلا مشتراجين، لا غادي نضيع رمضان ديالي غندك تهدن. فإلا كنا ما كنديروا والو من هاد الشيء غير غاديين غير غاديين، دابا شتي دابا في هاد الوقت اللي كنهضر معكم انا يسير الاحياء الشعبيه وسير الى اخره، غادايز بالموتور رب الملا والدين وكلى اخره والكلاكسون تدسي قدامي والله والمضاربات غير لانك كلاكسونيتي. اما الصياح والصراخ وكذا لا حول ولا قوه. بعد الفاصل نكمل الإجابة على باقي الأسئلة ديال محمد، لنا عودة بقوا معنا. دين ودنيا. قبل الفاصل كان تصل بدا محمد في دين ودنيا على شدة فهم وشدة تي في، وكان سأل سؤال ثاني على الناس اللي كيزوجوا بناتهم فقط للرجال اللي لبس عليهم بدون ما يعرفوا يعني العواقب ديال هذا الامر. هذا عمليا انتحاري هو ماشي حرام، ولكن خص غير استحضار قيم اخرى. ربما ماشي حرام ولكن انتحار، يعني ما معنى ان تعطي الا ما شفناش جوانب اخرى. نعم يعني تعطيه لواحد انسان لبس عليه ولكن الانسان لا يستحق، ماشي حيت لبس عليه ما نعطيش، يعني كناخذ غير هذا فقط، كناخذ غير الجانب ديال لبس عليه، ولكن خصني نشوف جوانب اخرى، نشوف واش يصلح ليها انسان سوي. راه علم النفس خصو يدخل هنايا حتى التربيه، واش انسان مقاد ياك ما انسان منحرف، نشوف واش انسان هذا مقلق، واش انسان كي ملتزم بالدين ديالو يدي الفرائض سيدي ربي، الا كان مضيع الفرائض ديال سيدي ربي ونعطيه بنتي راه اش غادي يتق فيها الله؟ الله لا يتق فيها الله، يشبع منها ويشبع فيها يعني الإساءة ثم يرضى لك. فلا أنا تنقول هذه عملية انتحارية، لأن ما هكذا تقاد الإبل. المرأة تعطى لمن يستحقها، كان غني لبس عليه ولبس عليه حتى من ناحية الالتزام، لبس عليه حتى من ناحية الأخلاق، زوج ما تشكوش، لكن
لا باس عليه انتهى الامر. ولكن ما تعطيها لك يبان لك العجب العجاب تيبانوا شي حوايج اخرين وتبدا البنت تكتشف عوالم عوالم انه نصاب عوالم انه شفار عوالم انه سكيري عوالم انه قمار عوالم انه راه ما تيصلي ما والو عوالم راه العيالات وكذا وانا غاديرني في الديكور في الدار عوالم لان عجبته في الزنقه وعجبته في الزنقه وبغى الى غير لان الجمال وبغى يفوز عوالم واش عطيتيها شنو راه عطيتي بنتك الجهنم اسي بنتنا نعطيوها لمن يستحقها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوج الدين والخلق ولا بس عليه غني زوج سيدي بصحة وراحة. لكن غني معزول عن الخلق وعن الدين راك سيدي تفتي هاد البنية للانتحار انتحر جهنم. فردوا البلد الأمور ردوا البلد الدين ديالنا. اللهم نعطي لبنتي لواحد الانسان مهم عنده رزقه عايش على ايها الناس ولكن ملتزم ولكن متخلق ولكن غيصون بنتي اللي ما نعطيها لواحد غادي يتكرفس عليها وباها ويتكرفس عليها بالفن غني. وانا لما كنتكلم على هذا الموضوع راه ماشي كل الاغنياء كلهم بحال هكا الحمد لله كاين الأغنياء الذين يعرفون الله ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون الدين ويعرفون الخلق ويعرفون التدين الحمد لله. ولكن ترى أنا لما تطرح سؤال كنهضروا على الغني اللي كيكون فقط عنده ذاك الغينة ديالو الغينة فقط هي الفلوس. نعم. أما الخلق والدين وواوا ما كاين والو. نعم. سؤاله الثالث عن الأخت ديالو كتردع ربما كيسأل على الصيام واش تصوم ولا لا في رمضان. إذا كانت تستطيع الصيام لماذا كان ولدتي يلقى ما يجبد من التدي ديال الأم ديالو ما كاين حتى شي مشكل. نعم. كانت كتسخف الدري ما تيلقى ما والو النهار كامل ويغوت كيجبد والو ما كيلقى ما إلى آخره فعليه أن تفطر. نعم. ولما يخرج رمضان تقضي وتفدي من أجل ولدها. نعم. وعن قراءة القرآن يقول خصوصا اللي كيكون الإنسان في المسجد واش يقرأ من المصحف مباشرة أو المصحف. قدر يقرأ مصحف الله يجزيكم خليه عليه ولا على هواتف خشي الهاتف ديالك تفيق خشي في الجيب ديالك سير جبد مصحف قرأ فيه ما كاين ما أحسن من المصحف. نعم. الهاتف خليه لما تكون في سيارة الأجرة لما تكون غادي في الطريق لما تكون غادي في شي المهم شي بلاصة ما كاينش فيها المصاحف. أما في المسجد سير أخويا قد ما غتحل ذاك المصحف وتقرأ فيه وتكذا إلى آخره راه شيء مهم جدا. نعم. لا إله إلا الله. سؤال يقول كذلك السلام عليكم ورحمة الله بغيت نسولكم أنا سميتي نور نور عندها 15 عام كتقول الله. أنها مولداتك عاوتاني بنياتك كتبغي واحد الدري كتقول حتى هو تيبغيني ولكن بعيد عليا شوية باغي يجي يخطبني ولكن الحاجة اللي خايفة منها هو أن والديا ما يبغيوش عافاك نصحوني هو تيقول نتخطبوا وصافي باش نكونوا كندويو بخبار والدينا وفاش ندير انا 18 سنه نتزوجوا هو في العمر ديالو 22 سنه ونور مازال كتقرا. والله لا جميل يلا نصحها يلا والله بنتي لا ضحكتيني والله بنتي لا ضحكتيني والله ورغم ذلك شو راه الادب حتى الادب يعني نتخطبوا ونبقاو المهم تنديروا 18 عام ونتزوجوا ولكن حيت يخطبني باش نبقاو نهضروا يعني بخبار الوالدين ديالنا جميل جدا هذا يعني ما بغاش يعني تندل بالأخبار الوالدين إلى آخره فهذا شيء جميل جدا. أسأل الله يوفقك توفيق إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى والدين ديالك وما يتفهموا هذه الأمور هذه خير طبعا فقط إن شاء الله تعالى تستكملوا الأمور ديالكم وهو يكون قد الأمور دياله قد دار داره قد المسائل دياله ثم تزوجوا فدعاء لكم كتسالوا لغدا معكم غالبا في هذه الحالات هذه الوالدين ما تيبغيوش لان كتكون بنيه باقا صغيره وباقا تقرا انت باقا كتقرا باقا كتقرا نور غير ذلك القرايه ديالك القرايه ديالك واذا كان في الراس ديالك طلبي ديما سيدي ربي في الدعاء في السجود يا ربي الا كان كتب ليا يا ربي يسر لي والله لانه الا ربي كتبوا لك راه غادي يكتبوا لك. وعلاش الوالدين في هذا السن ما تيبغيوش لا كاينين والله العظيم لا كاينين ماشي تنقولوا اكثريه ولكن كاين نماذج سمعتها وشتها وقريت عليها وتعاودت ليا 15 ولا اخر كذا الى اخره تزوج ولكن ربما علاش ما تيبغيوش اغلبيه الوالدين لانهم يشوفوا انه ماشي في سن يسمح لها تختار بعدا الاب تيشوف الدري تيقول لك باقا صغيره والقرايه قدامها وكذا غادي يضيعها غادي تضيع تقدر تندم على ذاك الاختيار من بعد ملي كتفهم وتوعى وتعرف هذه المساله عندك فيها صح ممكن
ممكن ستاش العام يلا خرجت من الطفولة، خصوص إذا كان الاختيار ماشي مبنيش على شيء وهذاك بنية العاطفة. العاطفة وغالبا في هذا العمر وتي تبنى العاطفة، وهنا هذه البنية هذه اللي كانت في السيمة عيلينة تنقول لها الشيء العاطفة هنا وحدة راه ما تتبعش العاطفة، وخص عاود تاني حوايج أخرين كيدخل الخلق كيدخل الدين كيدخل الفلوس الضوء، فهاد الثلاثة هادو مهمين جدا، الدين الخلق الفلوس. كان متخلق كان متدين كان عنده الفلوس صبري على رزقك ان شاء الله، غير طلبي في السجود ديالك يا رب يا رب يا رب وربي دغيا خمسة نهار رمضان يلا قلنا بسم الله. نعم قلنا يلا البارح كنا كنقولوا بسم الله. أسرع رمضان شفتو في حياتي هو هذا. إيه والله إلا أسرع رمضان. وغدا إن شاء الله بحال ولا نديروا شي حلقة على هاد المسألة على الظاهرة هذه ديال سرعة انقضاء رمضان ومروره نديروها. فأنت ما تسرعيش أبنتي، ديما خليك يعني تنقولوا إحنا خليك يعني السر ديالك في بيرك اللي عندك، والسجود ديالك يا ربي يسر لي يا ربي يسر لي يا ربي يسر لي يا ربي يسر لي، وراه غادي تدوز دغيا 18 عام تدوز كذا، وإلا كان السيد مكتب لك راه غادي يجي عندك، كان ماشي هو هذاك راه فات 3 سنين إن شاء الله غادي ربي راه يدير ليه ها ويكتب لك الخير حيث كان. وفقك الله ورضي الله عنكم يا شباب يا الوليدات ان شاء الله، الله يرضى عليكم ان شاء الله. شكرا لك فضيله الاستاذ داعيه والشيخ وانت كذلك الاستاذ عبد الرحمن سكا، شكرا لكم على حسن المتابعه. اكيد موعدنا غادي يتجدد معكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد، اما اليوم فكنتمنى لكم باقي برامج ممتعه على شدا تي في وشدا اف ام. على شدا تي في موعدكم 5:30 مع برنامج مخابه من استشار مع زميلي زكريا الشيبوش والضيف ديالو الاستاذ عبد الواحد الباشي، وانا كنقول لكم السلام عليكم وغادي نختم العادة بدعاء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن، تقبل منا الصيام تقبل منا القيام تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا قلة حيلتنا هواننا على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك وينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم في غزة. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مكينا نصرا مبينا، يا أرحم الراحمين أمدهم بجند منك بملائكة منك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.